حياكم الله متابعي الخيمة، مساء جميل ويتجدد يوميا بكم وبصحبتكم وبصحبة نجومنا لنتوقف عند كل القضايا والأحداث الرياضية. كل التحايا مني ومن كافة الزملاء في فريق العمل. اليوم عندنا 3 ساعات إن شاء الله راح نفصل فيها من خلال أبرز الأخبار والأحداث الرياضية. بداية نبارك لكل عشاق رائد التحدي ضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه على الكوكب بهدف وحيد في إياب ملحق الصعود والهبوط. ألف ألف مبروك، تهانينا لكل عشاق نادي الرايد، يستاهلون، وحظا وافرا لنادي الكوكب وعشاقه، وإن شاء الله نشوفهم إن شاء الله في الموسم المقبل. أيضا عندنا حنا عدد من المحاور إن شاء الله راح نتكلم عنها بالإضافة إلى أخبارنا، راح نخصص مساحة بمشيئة الله للحديث عن هذه المباراة، مباراة الرائد والكوكب، بالإضافة إلى قرعة كأس آسيا 2019 وهي الحدث الأهم والأبرز لهذا اليوم واللي صاحب تفاعل كبير، وعن مجموعة المنتخب السعودي وحظوظه في هذه البطولة وبقية المنتخبات، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى. نرحب بضيوفنا الأستاذ أحمد الشمراني، حياك الله أبو محمد، وأيضا الكابتن حمد الدبيخي. هلا والله، أمس واليوم لليوم الثاني على التوالي أسعد بقربه وبصحبته، حياك الله عبد الله. الله يسلمك والله، حياك الله. وأيضا الثلاثي الجميل، الثلاثي اللي كان أمس في اليسار انتقل إلى اليمين، عيسى الجوكم، بدر الصقري، ومرعي العواجي، للحديث أيضا عن الحالات التحكيمية لهذه المباراة. وفي الجهة الأخرى نرحب الكابتن عبد الله خوقير، وأيضا الأستاذ أحمد المطرودي أبو دهام، حياك الله. الله يخليك. وأيضا الزميل العزيز تركي الغامدي، مساكم الله بخير جميعا. أهلا بكم، حياكم الله. عندي رسالة بس قبل ما تبدأ استاذنك، يعني تفضل. قبل لحظات طبعا تويتر وسائل التواصل الاجتماعي ضج بخبر غير حقيقي، وفاة الدكتور مدني رحيمي. الآن قبل ما نطلع على الهواء بخمس دقائق أنا كلمت الدكتور مدني رحيمي وبخير صحة جيدة، وحتى من ضمن كلامه لقل انتظروني إن شاء الله في الخيمة إن شاء الله في قريبا في جدة. الله حي. فالرجل بخير وفي خير، ونتمنى من الأخوان يا أخي اللي بثوا الشائعات وينشروا الأخبار المغلوطة يسألوا أو تأكدوا على ضوها ينشر. ما حكاية أنه نشر بشاعات بهذا الشكل كثير من الحقيقة. الزميل أحمد المطرودي يوم قابلني خلاص صدق، قال الرجل توفى نفس الطريقة بعض الزملاء. اتصلت له شعوريا أنا ورد علي الرجل، والحمد لله بخير وفي خير، ونتمنى من أخواننا أيضا نظل نستغل وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخدم، ما هو في نشر أخبار كاذبة ما تعرفون وقعها على الآخرين إيش، وخاصة عندما يكون مرتبطة بوفاة شخص أو بإصابة شخص أو إلى آخره. والحمد لله على السلامة، أقول للدكتور مدني رحيمي ومشتاقين لك يا دكتور. الله يشفيه ويرفع عنه ويحفظه ويمتع بالصحة والعافية. والدكتور مدني رحيمي قامة إعلامية كبيرة، و سعدنا كثيرا وتشرفنا بتواجده وبحضوره بآراءه بثقافته بإثراءه للوسط الرياضي، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله راح يشرفنا في الخيمة إن شاء الله من جدة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتكون ليالي رمضانية جميلة يا أبو محمد. عاد أنت هناك جنبك ما يحتاج، عاد قريب. وأنا الدكتور مدني ما شاء الله تزامننا يمكن أكثر من 3-4 سنوات في الخيمة مع بعض. الله يحفظك. مدني من خيرة الرياضيين، حتى الاختلاف معه يعني تشعر أن احيانا طعم ولون، يعني ما يودي الى خلاف. مدني رياضي بطبعه، ومدني حب الاتحاد ويعشق الاتحاد، لكن في المقابل عندما 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 تسمع رأيه في الأندية الاخرى، تسمع رأيه في الرياضة يقنعك، وحتى وانت تختلف معه تحتفي بالاختلاف مع شخصية بحجم الدكتور مدني. صحيح، وبالفعل يعني احنا نوجه رسالة لكل متداولي مواقع السوشيال ميديا، تحديدا مواقع التواصل الاجتماعي اللي يسهل فيها نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة والاجتهادات. مواضيع مثل هذه مواضيع حساسة ولا يمكن حتى الواحد أنه يجتهد فيها، يعني مثل ما قال أبو محمد بالفعل هي فوق أنها أمانة أيضا مسؤولية على الشخص، سواء كان إعلامي، سواء كان مسؤول، سواء كان من محبي السوشيال ميديا، من النشطاء، من الجمهور. فبالتالي لابد أن الواحد أن يتوخى الحذر كثيرا، وأن حتى يتأكد من نشر أي خبر، لأن مثل هذه الأخبار أبدا لا يمكن أن الواحد يعني يتساهل فيها. عموما الله يحفظ الدكتور مدني رحيم ويشفيه إن شاء الله ويمتع بالصحة والعافية. هو بقية الكباتنة السلطان البرقان أمس تكلمنا عنه أيضا، الله يمتع بالصحة والعافية إن شاء الله، دعواتنا له بالشفاء
والكابتن خميس العيران، الكابتن نايف العنزي، إن شاء الله كل دعواتنا وقلوبنا معهم وتمنياتنا لهم بالشفاء العاجل. عندنا مجموعة من الأخبار، جولة أخبارية سريعة ثم نعود. عدد من الأخبار الرياضية من إعداد الزملاء في برنامج الخيمة، راح إن شاء الله نتكلم عنها. أبو عبد الله، كابتن حمد بيخي، ممكن إحنا عندنا أيضا خبر كأس آسيا بنرجع نتكلم عنه، بنخصص له مساحة، بس عندنا خبر الآن الكابتن جمال باجندوح ودنا ناخذ رأيك فيه. يقول لك: كشفت أنباء صحفية عن اقتراب لاعب فريق الاتحاد جمال باجندوح من الانتقال لصفوف فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، وأيضا ذكرت أنباء عن دخول لاعب فريق النصر سامي النجعي اهتمامات نادي فولونتاري الروماني. طبعا كل هذا يأتي ضمن إطار دعم الهيئة العامة للرياضة للاعبين السعوديين وفكرة الاحتراف السعودي. والله شوف، احنا من زمان طبعا كانت الخطوة اللي ناقصة الكرة السعودية لتطوير المنتخبات ان نشوف لاعبيننا محترفين بالخارج، والفكرة تبدأ من اعمارهم الصغيرة، لكن مش الفكرة انك تنتقل وتجلس، يعني ما يستفاد منك تلعب كمشارك في المباريات. يعني مش مشكلة انك تروح اي دوري في أوروبا، أهم شيء أنك تبدأ الخطوة أنك تروح في أوروبا ولو فرق مثلا درجة ثانية مش الليفل الأول، لأنه صعب جدا يعني أنك تلقى لك فرصة في الدوري الإنجليزي في الليفل الأول حتى لو فرق المؤخرة. أنا أشوف باجندوح العمر، عمر اللاعب السعودي مهم أنه ينطلق مبكرا. سامي النجعي زي ما ذكرت وغيره من اللاعبين كل ما كانوا صغار في السن بيكون فرصتهم أفضل. يعني شفنا الشباب اللي الهيئة دعمتهم ودتهم إسبانيا، يعني ما لقوا فرصة أنهم يلعبون، وبالتالي يعني حنا خسرنا التجربة ذي. التجربة الناجحة أن اللاعبين زي اللاعب اللي تم بعثه أيضا من الهلال صغير في السن، يعني كلما كان عمر اللاعب صغير بيكون الاستفادة بالنسبة له أكثر. عبد الله الجوعي نعم، لا ما مو ذاكر اسمه. فأضف إلى أن باجندوح يعني لاعب مميز. عموما أنا أتكلم في مجمل أنه يكون عمره صغير جدا عشان يرجع، لو رجع أو لقى له فرصة أو حتى لو ما لقى، إذا كان استعد هناك كلاعب محترف من حيث التمارين والنظام الكامل للاعب المحترف تكون أفضل إن شاء الله بالنسبة له. عبد الله خوقير حاط العين عليه. على فكرة الكابتن جمال باجندوح أعتقد عنده ثقافة الاحتراف، أعتقد هو كان بيلعب برا وفي سن الناشئين. إيه أفتكر كذا يعني. صحيح. احترف برا يعني في سن الناشئين في سن الشباب. طبعا هذا كويس لكابتن في مستوى جمال باجندوح إنه يلعب في الدوري برا، يعني خاصة في الفترة الجاية، خاصة مع الدعم حق الهيئة حيكون له حضور. الولد فنيا يعني ما ناقصه شيء في الملعب، مجهوده يعني في مباريات احنا بنتابع المباريات وبنشوف جمال له حضور كويس وفرصه له، بما انه ثقافته اصلا عنده كان الاعداد القديم هذا عنده، يعني ممكن ينسجم، ممكن جمال يكون اول الناجحين بقوه. احنا بنتكلم الان وحنشوف ان شاء الله ليلة. اتمنى له التوفيق هو والاخ النجعي. ده أبو دهام، ممكن نتكلم عن قلة حظوظ اللاعب السعودي في الموسم الجاي بعد قرار 7 لاعبين أجانب، إلغاء الدوريات الأولمبية، جميع الدوريات الأولمبية، أصبح الآن عندنا الوفرة في اللاعب السعودي، خلينا نقول العرض، والطلب قليل، يعني الآن أصبحت الفرصة قليلة. هل هذه تكون ممكن محفز للاعب السعودي انه يعني يتجاوب مع مثل هذه الافكار الاحتراف خارجيا؟ اول تذكرون فيه لعيبه كثير جتهم عروض ما راحوا، صح ولا لا؟ بحجه انه هنا ياخذ عقود كبيره وعنده فرصه اللعب، بس يقول اروح برا احترف خارجيا ليش؟ ما راح استفيد شيء. هل هذه ممكن تصير محفز لهم؟ هو القرار هذا سلاح ذو حدين. اللاعب اللي عنده فكر وثقافه الاحتراف هو من سيستطيع ان يطور نفسه بالتدريبات والالتزام. ما لم يطبق الاحتراف بشكل جيد ومنظم عندنا في الأندية، لأن الأندية هي نواة المنتخب. المنتخب السعودي الآن غايب عن البطولات، غايب عن المشاركة، ليس بسبب عدم وجود المهارة في اللاعب. اللاعب السعودي يمتلك مهارة عالية
ويمكن أنا أقارنه باللاعب الأوروبي، لكن مشكلة الفارق بينهم هو عدم الالتزام بحذافير الاحتراف. الاحتراف تطبيقه عندنا ضخ ملايين في جيوب اللاعبين فقط. أما أن يمارس اللاعب مثلا تمارين صباحية، يمارس مثلا أيضا العادات الاجتماعية، يعني مثلا أنا لاعب محترف يفترض أني ما أكل خارج النادي أو خارج أو أدخل مناسبات، يمكن يضع لك شيء في الأكل مثلا، يعني هذه برضه من ضمن أساسيات الاحتراف، الأكل، النوم، يعني عدم تنظيم النوم. ولذلك المواسم الجاية بهذا القرار هو اختبار لثقافة اللاعب. اللاعب اللي عنده ثقافة احتراف هو اللي بيقدر يصمد ويطور نفسه ويبرز، وأنا زي ما قلت لك سلاح ذو حدين. إذا تبي تستطيع أنت كلاعب تفرض نفسك تبي تبقى، والأندية أيضا بتستفيد، لأنه اللاعب السعودي بينخفض بينخفض العقود. الآن أشوف عقود بالملايين، كيف اللاعب بيحترف خارجيا وهو يلقى عقود بالملايين عنده في السعودية؟ عبد الله شفي في شيء؟ اي فيه، شوفك تأشر لي. اي حوالي 80 لاعب. لا تخرب علينا الكنب. لا لا مو مشكلة، احمر ابيض حقنا احمر ابيض عشان كذا. طيب اقول لك، نحن حنشوف السنة الجاية عارف كم لاعب سعودي حنتفرج عليه؟ كم لاعب سعودي؟ 4 × 10 = 40. 32 تقريبا. لا اكثر. لا 32 في الملعب، 7 اجانب واثنين مواليد 9. كم لاعب سعودي الموسم القادم نتفرج عليه؟ جميع الاندية. جميع الأندية. إيه؟ قصدك داخل 70 80 لاعب تقريبا. 70 80 لاعب. اذا اختيار. بس هي ترى 7 اجانب واثنين مواليد. على موسم كامل يتكلم. انا بتكلم على موسم كامل. كام ممكن. كم لاعب سعودي حنشوفهم؟ 64. 64 لاعب. 64. طيب 64 لاعب حيتم اختيار منهم من المنتخب. انت شايف العدد مناسب يعني؟ كبير. بس نحن متجهين في رؤية وبفكر انه نحن متجهين انه لا جبنا اللاعبين الاجانب عشان نخفض عقود اللاعبين السعوديين معاي انت. بس انا اختياري انا ابغى لاعبين، ابغى خامات، ابغى اشوف اكثر، زي ما انا مسوي دورة رمضانية هنا ودورة رمضانية هنا ومباريات ودوري ودوري، ابغى اشوف مواهب، ابغى اشوف نجوم. كيف حينصقل اللاعب؟ كيف ترى كيف؟ اذا قل يا عبد الله، اذا قل اللاعبين افضل، نسمع من الشباب كلهم وبعدها نتناقش على راحتنا. اذا قل اللاعبين ترى افضل. ممكن جالس افكر بقول كم لاعب سعودي. طيب خلونا بس نسمع من الشباب كلهم بعدها نتناقش زي ما تبون. تفضل تركي. طبعا العروض هذه ترى كانت تيجي قبل على فكره، ترى احنا نتكلم عن جمال باجندوح، ترى مش شيء رسمي بدون شك. إيه هي اخبار صحفيه. لا مثل هذه العروض يعني كانت تيجي بندر للاعبين عندنا وحتى سامي كل اخبار. نعم هذه العروض كنا يعني كانت تيجي ترى للاعبين بس ما كانوا يلتفتوا لها، لانه انا ليش احترف برا؟ اول شيء انا جالس هنا بين اهلي وبين زملائي واتمرن فقط ساعتين في اليوم، اخذ اعلى الرواتب، يعني مثل هذه الامور. مين جات؟ كيف؟ اخبار صحفيه ولا جات اكيد؟ ايش هذا مين؟ لا 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 موجود اكيد بالتاكيد. لا ما كان يلتفتوا اخبار. لا مش لا اكيد. لا اللاعب السعودي قبل كان يا يبغى يلعب والله في مانشستر سيتي والفرق هذه الكبيره ولا ما يلتفت. لما تجي عروض من الدوري الروماني، من العروض الدوري السويسري ما يلتفت فيها، لانه اول حاجه المبلغ اللي راح ياخذه برا ما يقارن ممكن براتب شهر هنا. غير كذا هناك عندهم احتراف من الصباح الى الليل. لا هنا يا حبيبي انا اجلس اتمرن ساعتين واخذ اغلى اعلى الرواتب واكسب شهره وبين اهلي وبين زملائي ولاعب اساسي ولاعب منتخب. مثل هذه الامور تخلي اللاعب ما يفكر اصلا انه يحترف برا. تتذكر لما راح الحافظ وعطيف راحوا ورجعوا يعني ما دلعطيه. في اسماء يعني انا اقول لك يفترض انه اليوم اللي قاعد يصير في الرياضه السعوديه فتح المجال امام اللاعبين الاجانب بهذا الكم راح يخلي اللاعب لا يفكر اني انا ممكن في الدوري السعودي ما احصل لي مكان. أي. لذلك التفت الى العروض اللي تجيني برا، افكر في الاحتراف الخارجي عشان اطور من مستواي، وهذا اللي غالبا حيصير الفتره الجايه. وهذه رساله لكل اللاعبين، ترى ما هو شرط انك تحصل فرصتك الموسم الجاي، ابدا فكر. خلينا ناخذ محمد صلاح كقدوه مثلا. من وين بدا؟ من بازل السويسري، بدا من فريق سويسري
اليوم انت لو فتره سابقه جيت اللاعب السعودي قلت له ابغاك تنتقل الفريق السويسري ما راح ينتقل ونادي ايضا ما راح يتركه. لذلك اليوم التركيبه اختلفت. اليوم احنا عندنا 7 لاعبين اجانب راح يدفعون اللاعبين لقبول مثل هذه العروض حتى يثبتوا انفسهم، لانه بالتاكيد ان العقود الكبيره والضخمه بدات راح تنكمش الى انها تصل الى قيمه اللاعب الحقيقيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، حتى الانديه ما تفكر في بذل ميزانيات كبيره للاعبين السعوديين. فانا اتوقع انه الفتره الجايه بنشوف اسماء تذهب للخارج، ولانه صعب صعب انك المرحله الجايه البقاء للاقوى. نعم. الموضوع البقاء للاقوى. بدر الصقري، نتوقع المزيد من الاسماء اللي ممكن يعني تكشف الايام عن ذهابهم للاحتراف خارجيا؟ بكل تاكيد في ظل وضع الدوري الحالي القرارات الجديده المحترفين 7 المواليد الحظوظ بالنسبة لللاعب المحلي بكل تأكيد ستتقلص، ولكن دعنا نأخذ يعني الموضوع مش بالهرم المقلوب، احنا نتناول الآن بالهرم المقلوب. الاحتراف بندر ممكن كلنا نتفق على انه يأتي في سن مبكرة جدا، لكن لدينا الآن نماذج حية في لاعبين في الأندية الآن ما راح يحصلون مكان في الموسم القادم. عندي دوريات عربية، عندي دوريات خليجية. ليش اللاعب السعودي دائما يرى نفسه يعني في مكانة عالية وانه انا لا والله ما راح احترف في الدوري المصري مثلا؟ الكرة المصرية الان يعني تشهد مستويات مميزة جدا، والمنتخب المصري من اقوى المنتخبات العربية. اي كم عندنا لاعب مصري في الدوري السعودي الان؟ ترى مو بعيب انه لاعب سعودي يحترف في الدوري المصري، وله بتقليل من شأن الكرة السعودية ومن شأن اللاعب. الدوريات الخليجية يا أخي شيء جميل جدا لو احترف لاعب أو اثنين في الدوري الإماراتي، الفائدة ستعود على الكرة السعودية. فاللي أنا أقصده أنه دائما حنا ننظر عاليا نظرة اللاعب السعودي ونظرة المشجع السعودي، وأحيانا يعني في فترات ماضية ترى بندر حتى نظرة المسؤول يا يحترف اللاعب السعودي في دوريات عالمية لها قيمتها ولها اسمها، ولا لا يحترف، لا يا أخي خذها بالتدرج، لا تجيني من فوق، خذها مثلا على تجارب ثانية. لما واحد ينتقد تجربة مدرب سين من الناس يقول لك ليش ما تدرج من الفئات السنية، صعد للناشئين الشباب الأول، وبالتالي تكون تجربة يعني مميزة يكون استفاد منها. بس انت ايش تبحث عنه في الاحتراف الخارجي؟ ما تبحث عن القيمة الفنية؟ ابحث عن الاحتكاك، عن بكل تأكيد العطاء الإيجابي. اتفق معك يعني مع احترام وتقدير، يعني الدوريات الخليجية يعني ما تقارن اقل من الدوري السعودي. كم عندك لاعب انت الان بندر؟ كم حسبها الكابتن عبد الله خوقير؟ بقيه اللاعبين وين يذهبون؟ عندنا دوري الامير محمد، عندنا دوري الامير محمد بن سلمان. اي بس لازم في بالنسبه للدوريات في ليفل معين، ما يصير انت تقول للاعب الان روح الامارات. ممكن يروح الامارات بس ايش بيضيف له؟ يعني بيكون الدوري السعودي وفق الرؤيه اللي يتكلم عنها العزيز ليا ان نكون 1 من 10 افضل دوريات في العالم، هنا بتبدا المحطه. وين وفره لكن الان انا اعتقد صعبه. وين وفره المواهب؟ معليش احنا خلينا ناخذها منطقيه كابتن حمد، انت لما يكون عندك وفره كبيره جدا بالمواهب تقول والله انا يعني نظرتي وين ترى احنا ترى ما, ما, ما عندك يا ترى كلمه مواهب ايه؟ ترى قاعد نكذب على بعض. وين وفره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندك. ترى احنا هذا اللي انا اقوله حمد، اقول ما عندك مواهب. طيب ما دام ما عندك مواهب الان تحولت كره القدم لصناعه، ورؤية المملكة أن نصير 1 من أفضل 10 دوريات في العالم، هنا النقطة. لكن الآن على الوضع الحالي أنا أشوف طرح أن لعيبة يحترفون في الخارج، أما عن تسويق عن طريقنا أن ليا، أما عن طريق مستوياتهم صعبة. اليابان سبقونا والصين كلهم. حمد هذا اللي أنا يعني أقصده، أقول لك في ظل المستويات الحالية شوف الكابتن بيتزي الآن لما يختار الأسماء الكل متفق على أنه الأسماء الموجودة الآن هي الأفضل. طيب وبقية اللاعبين كيف راح يكون وضعهم في الفترة القادمة مع الـ7 المحترفين الأجانب؟ ما راح يلقون مكان هنا في الدوري السعودي. عندنا دوري الأمير محمد بن سلمان ممكن تلقى نسبة كبيرة، على الرغم من في محترفين برضو أجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان. اللعيبة اللي مستوياتها متوسطة أو يعني لا زالوا في مقتبل العمر ممكن تشوفهم في الدوريات العربية على الأقل، على الأقل أنه يستمر في ممارسة النشاط. يا أخي ما عندي لاعب أنا للأمانة أكون واضح وصريح، ما عندي لاعب في المنتخب السعودي او في الانديه يستحق الاحتراف في اوروبا بكل امانه، عطفا على المستويات الحاليه. انا ما بكون قاسي، انا اتمنى كل لعيبتنا في الدوري الاسباني، في الدوري الانجليزي، في الدوريات العالميه، ولكن
دعونا نتكلم بواقعية، ما في لاعب سعودي مؤهل للاحتراف الخارجي. نرجع للبنة الأولى والأساس، تعال خل دام الرياضة أصبحت صناعة ومشروع تحول وطني، تعال نبدأ من الصغر من سن مبكرة جدا، نعتمد على أسماء، نعرف وين رايحة، ننمي مفهوم الاحتراف لديها. بالأخير أنت بتقطف نتاج هذا العمل. أما في ظل الوضع الحالي من الصعوبة بمكان أنك تجد اللعيبة في الأندية الأخرى محترفين في دوريات عالمية. عيسى جوكم، نسمع رأيك في هالموضوع. والله شوف، هو كل النقاش تحت عنوان عريض هو الاحتراف الخارجي. خلينا نعترف أن احنا تأخرنا كثير، يعني كانت هناك فرص وفرص ذهبية جدا للاعب السعودي في الاحتراف خارجيا، خاصة بعد العام 1994. هناك بالفعل لاعبين تم مفاوضتهم على ما أذكر أنا على الأقل في الحادثة التي كنت متابع لها، مثلا نادي كمار الهولندي مع نواف التمياط. في السابق خلينا نعترف كان هناك الضغط الجماهيري بالنسبة للأندية، وأيضا رؤية صناع القرار في الأندية عدم الاحتراف خارجيا. أنا أتفق مع الشباب تماما حاليا بالنسبة إلى لاعب السوبر السعودي مقارنة بالماضي لم يكن حقيقة، يعني خلينا حتى أقول ما في مقارنة. أنت لما بتستعرض أسماء الماضي اللي ممكن كانوا يحترفون خارجيا والآن، ليس هناك مقارنة. ولكن خلينا احنا نعترف أيضا نقول أنه هو تجربة المغرب العربي في الاحتراف الخارجي، نعم قد يأتي الرد بأنه العامل الجغرافي بالنسبة لدول المغرب العربي تسهل لديهم الاحتراف في 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 أوروبا، لكن أنت لا تنسى فزت على منتخب المغرب، فزت على منتخب تونس في نهائيات في نهاية كأس العالم. أنت اللي ينقصك شنو؟ الجرأة. أنا أعتقد اليوم جاءت الجرأة في وقت لم تكن فيه اللاعب مهيئ للاحتراف الخارجي. كنت أتمنى أن تكون هذه الجرأة في السابق، ولكن في كل الأحوال علينا أن نحاول ونحاول ونحاول بالنسبة للاحتراف الخارجي، لأنه السبيل الوحيد لارتقاء المنتخب السعودي. يعني اليوم أنت مثلا أخوي بدر قال مثلا بالمنتخب المصري، ترى من المنتخب المصري أخوي بدر ترى مو قوة في الدوري المصري الآن، خاصة السنة والعام أول العام الاحتراف الخارجي. الاحتراف الخارجي هو الذي وضع المنتخب المصري اليوم في أعلى المستويات. نعم هناك قوة الدوري، أنا لا أختلف مع الـ مع الـ مع الـ لا مع مع لا. لا, لا, لا 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 أنا أقول لك هناك البعض يؤكد أن قوة الدوري تبرز مخرجات بالنسبة إلى اللاعبين، ولكن أنا أقول لك إياها الحل بالنسبة للكرة السعودية ليس هناك حل يعني جذري سوى الاحتراف الخارجي. جربت كل المحاولات، جربت أن يكون لديك الدوري قوي وإثارة، وأن تكون الأندية قادرة على إعطاء الملايين للنجوم، ولكن بالنسبة إلى المردود إلى المنتخبات وقفت. حتى في السنوات الأخيرة بعد ما كنت في قمة آسيا حتى أصبحت في الأخير تخرج من دور المجموعات، وبالتالي مهما كانت محاولات الفشل بالنسبة للاحتراف الخارجي لابد أن تكون هناك محاولات، ولابد أن يكون هناك تشجيع من صناع القرار في المؤسسة الرياضية، من صناع القرار في الأندية. حتما سيأتي يوم سيكون هناك لاعب بارز في الدوريات في الدوريات الخارجية ويفتح المجال لما بعده. تتفق مع أبو محمد؟ أتفق مع الجميع، يعني وجهة نظري هي مكررة، وجهة نظرنا في الجانب الاحتراف كلنا بنكررها، على أساس أنه كان يوم من الأيام عندنا فرص ولا استثمرت بسبب تمسك الأندية بلاعبيها. يوم من الأيام هناك من كان يشتري بملايين للريالات، ونقول يا جماعة الخير ترى اللاعب ده ما يتجاوز قيمته الأصلية في سوق العقود المليونين، وصل لحد 20 مليون 30 مليون. إذا أنا بصل على المبلغ هذا في المملكة العربية السعودية، أذكر في تجربة الأمير محمد عبد الله الفيصل، وكنت شاهد على هذا الموضوع، طرق الأمير محمد أبواب الاحتراف الخارجي لما أرسل 6 و10 البرازيل تذكره مبكرا، من ضمنهم كان في نجمين اللي هو عبد الله سليمان وإبراهيم سويد. وأذكر أنه جاب بنقادة في الدوري البرتغالي، وجاب مع أحمد عيد، وعرض على أساس الاثنين دول يحترفوا فين؟ في البرتغال. تدري في كم عرضوا عليهم مبالغ؟ وهم كانوا نجوم، ترى كانوا في المنتخب الأول وصلوا لهذا وقدموا مستويات، ما وصل قيمة العقد يمكن نص مليون دولار لكل لاعب. إبراهيم موسى تذكرها أنت؟ إبراهيم موسى كان في مكتب الأمير محمد، وفي نعم. موجود في إنقادة، جاءوا معاه مندوب من البرتغال، في النهاية قال عارفين سعركم هذا سعركم هناك.
أنا لا تأمرت، أنا جبته ومن الآن لتوافقوا من الآن مع السلامة. لكن في الأهلي كانوا يأخذون من كم؟ من 6 مليون 7 مليون. فهل تعتقد أني بأترك الرقم ده وأروح أحترف في 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 أي دوري، حتى لو في الدوري الإنجليزي في الدوري الأسباني، طالما أنه يعطيني المبلغ؟ تعتقد أنه مو بس الفلوس يا أحمد، كانت يوم الفلوس كانت يوم عايق. لا 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 سعودي خواف. أيوة طيب. لا خواف والله خواف، يا خذ تجربة، لأن خواف يخذ تجربة. أنت حمد أنت فهمتني الآن؟ أنت الآن في الاتفاق، أنت في الاتفاق الآن عقدك السنوي 5 مليون ريال سعودي. جاك نادي البرتغالي قال لك خلاص أنا أعطيك على مستوى العام أو الموسم 500,000 دولار طيب. أو أقل، ما عاد أنت بتنظر للمبلغ، ما أنظر أنا غير المبلغ، أنا هنا بتمرن ساعتين فقط. فهذه كانت عايق. لكن أقصد اليوم إذا المشروع، إذا مثلا مشروع فرد أو مشروع وكيل أعمال أو مشروع لاعب لن ينجح الاحتراف الخارجي، يفترض أن يكون مشروع دولة أو مشروع المؤسسة الرياضية، دولة ممثلة في المؤسسة الرياضية، اختيار عناصر. يا أخي أنا أعرف منتخب غانا اللي صار وجال 3/4 وكانوا منتخب ناشئين وبيعوا على أو تم بعقودهم من الصغر على فريق إيطالي، ومن ثم استثمر فيهم وكون منتخب. عندك على مستوى أفريقيا دورياتهم لا تذكر، أفريقيا السم، لكن عندهم نجوم فين؟ الخارج. من الصغر. فعندك الآن أنت حكاية اليوم أني عندي في الأهلي أو الهلال حيكون عندي فائض في الأسماء، لكن حتى الفائض ذا لو عرضته حتى على مستوى الاحتراف الخليجي ايش بيجيب لك؟ ما حيجيب لك شيء. فانا اعتقد اتمنى ان نقفل باب الاحتراف من فوق تجربتنا الاخيره، ونتمنى نقفل الموضوع هذا بعد ابو محمد. أيوة. لا تجربتنا الاخيره اللي حدثت في اسبانيا هذه تجربه استفدنا منها اشياء كثيره، لكن اتمنى مستقبلا ان نبدا من الصفر، نبدا من الناشئين، نبدا من الشباب. ما يوجد عندي فريق لاعب الان، لاعب حتى على مستوى المنتخب انه يقدر يمثل لك حتى فريق درجه ثانيه ثالثه درجه بدون في اوروبا. طيب محمد، الظروف الاجتماعيه برضه لها دور. لا ظروف اجتماعيه لا، يعني انت في المملكه العربيه السعوديه مثلا المجتمع يعني حتى خارج نطاق الرياضه، هل في احد يعمل خارج السعوديه؟ يعني الدول الثانيه تجد انهم يعملون في جميع دول العالم، فالظروف الاجتماعيه برضه تحتم على اللاعب البقاء. ولذلك إذا أردنا نجاح الاحتراف الخارجي، روح الدوري العماني، ما لازم قبل ما ينجح الاحتراف في الخارجي لازم ننجح الاحتراف الداخل قبل. إذا أحمد السنوات دي كلها كم لنا احتراف الآن؟ كم لنا أحمد ذبيحة؟ تدري ليش؟ كم لنا الفشل؟ لأن الأندية احتراف؟ لا احتراف، معلش احتراف أنا أعرج، ما هو معقول. أنا يفترض، أنا أتمنى أن المسؤولين يلزمون الأندية بالتدريبات الصباحية، تدريبات تدريبات اليوم الكامل. أنا من الناس اللي حضر تمارين صباحية. إيجي مواصلين تكلم مع أحمد. معلش عيسى قال الجيل 94 هل كانوا يأخذون ماليا نفس الجيل الحالي؟ لا. طيب ليش ما احترفوا مع أنهم كانوا افضل؟ ما في جرى يا حمد. لا هذا ما اقول لك، احنا كنا في الزمن صناع القرار في الانديه، صانع القرار في النادي كان يبغى اللاعب موجود عشان يحقق البطولات الدوري السعودي، وحرم عشان كذا احنا من الاستفاده، وكان الاستفاده منه ممكن تكون اكثر. تعرف يا كابتن، بس وليس رؤساء الانديه السبب. نعم تعرف يا كابتن، ليس فقط في كره القدم، تعرف بالنسبه للمواهب السعوديه حتى في الألعاب الأخرى، يعني أنا أكثر من لعبة بالنسبة على مستوى الناشئين تتساوى معهم. أضرب لك مثال، قبل 10 سنوات هناك أبطال للعالم في الناشئين في ألعاب القوة اختفوا بعد البطولة العالمية، اللي معاهم اللي كان ماخذ الثانية والثالث الآن أبطال عالم. فأنت مشكلة بالنسبة للأدوات، موجود الأدوات بس أنت كيف تطور هالأدوات؟ هذه حمد كرة اليد اللي اعتزل الآن. حمد الدبيخي قبل شوي يقول أول كانوا يلعبون يقدمون أفضل مستويات، ما كان عندهم احتراف صح؟ نعم. ترى أول قبل 91 أتذكر أنا، قبل الحين تتكلم أتذكر في عندنا لعيبة قرأنا لهم أخبار أن فيه، أنا قرأت أخبار عن احتراف قدم للاعبين، رئيس النادي رفض. لا رئيس النادي كان يرفض، ما كان عندنا احتراف بس كان يرفض رئيس النادي. ما كان مسموح، ما كان مسموح. لا كان في قرار. لحظة، كابتن ماجد عبد الله، عرض عليه من نادي برازيلي الظاهر أو شيء، أنا قريت أخبار قبل فترة.
بس ما كانت تطبيق بس كانوا لاعبين ما كان عندنا احتراف وكيف إيه؟ كانوا يطبقون الاحتراف بدون احتراف ما هل كانوا يسهرون يا حماد انتم وعبد ابو كانوا يسهرون لا كانوا يسهرون حماد كنت تسهر تسهر الساعه 12 بالليل لا كانوا يقولون لنا الصوت 8 الصباح الى 8 في الليل بس كانوا يروحوا مواصلين ما كان في جوال ما تبغاني اصدمك كي ابرز لاعبين في الفتره اللي تحدث عنها وكانوا من صحيح في الليل يحرق لك بكه الدخان صح وفي اليوم الثاني تلقى بعضهم صدر قرارات انضباطيه ضدهم وهم ايش نجوم بس ترى واحد يا رجل ما تقدر الحياه في ذاك الوقت كان النوم لا يفتح مالك في المدينه عبد الله خوقير يلا لا عبد الله احنا ما نبي مثاليه لا ما في مثال لا ها انا اقول لك لعيبه واقول لك امثله كمان يعني كذب ولا بدي يلا كثير اعطونا امثله لا كثير شوف اللعيبه اول كانت بس ترى اول ما كانت في المسليات بالقوه هذه هذا الكلام اللي بقول انا لسه كنت بقول لك استاذ بندر جوال ما كان في اول ما كان في تليفون وسيلة الفضائية ما كانت القنوات بالشكل هذه الفضائيات ال تنشر السفر سهل إيه؟ السفر سهل يعني اول كان صعب إيه؟ يعني خلينا اكلمك عشان تسافر تطلع اي رحله للقاهره مثلا في الاسبوع مثلا 3 رحلات اليوم في اليوم الواحد 18 20 رحله طالعه للقاهره يعني حتى لما بيطلع بحرين دبي يعني اكلمك هي إيه انا بديك الحقيقه فعلا المسليات هنا بقوه وبرضه المال اول ما كان فيه المال يعني كابتننا الكبير ماجد ولا غيره كانت المباريات اكثر المال عندنا عندهم بس كان في برضه يحكمها الخجل حاجات كثيره كانت تحكم اللاعب برضه في الحاجات هذه انه برضه ما يبغى يكون ايش يبغى يحافظ الان لا بقوه يقول لك انا رايح وجاي هذه اجازتي وفعلا ما تقدر تتكلم معاه السهر بيسهروا اللعيبه كانوا وبيسهروا بقوه وزي ما قال الاستاذ احمد الشمراني انزل لك ثاني يوم في الملعب من احسن ما يكون لاعب في الملعب لا 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 والله حمد ما كانت بالشكل هذا انا اقول التغذية كانت سليمة ترى على فكرة التغذية مهمة جدا نحن الجيل هذا اللي نبوظه الاكل انا بسأل عن لاعب وعن 2 3 بيقعد مثلا كان في الرياض عقده صار بجدة راح جدة عارف يتغدى ايش وتعشى سندوتشات من البقالة سندوتشات يجيبها جاهزة ميكروويف لكن اللاعب اول كان بيتغدى عند الاسره الاكل النظيف اللحم النظيف تغذيه جدا مهمه ترى اذا كانوا يطبقون الاحتراف اول بدون مسميات يعني بدون مسمى احتراف بس كانوا رؤساء الانديه ما يبغوا يخسروا لاعبين نرجع للظروف الاجتماعيه اذا نرجع للظروف الاجتماعيه حتى اللاعب السعودي يخاف من خوف تجربه يفشل فيها لا والله حمد انا افتكر هدف لمجد عبد الله الوحيد اللي راح فؤاد انور وراح الصين وكان يعني بعد نهائي ليش انا اقول لك انه راح يا راجل إيه ماجد عبد الله شارك مع منتخب الكويت ولا مع منتخب مين في مباراه قدام هامبورغ اي الخليج نجوم الخليج في الكويت طيب يا راجل سجل جول ماجد عبد الله فيها وهو يعني اي خوف كان جاسم يعقوب هو جاسم يعقوب اللي طيب. هو الاسم احنا عندنا بعد في عندنا الخبر الثاني اللي هو خبر قرعه كاس اسيا بس قبل القرعه عندنا على في نفس الموضوع هذا زيدان احمد يقول يا عيسى الجوكم اللي احترف في كمار الهولندي فهد الغشيان وليس نواف التميار احنا نقول لك كان عرض الى نواف ما قلت له احترف انا قلت ضربت مثال لي مثل ما قال الكابتن عبد الله صناع القرار في الانديه عندهم الفكره معلومه لا يسمح للنجم بالانتقال نعم. بالإضافة للضغط الجماهيري طيب. ما قلت احترف على هاشتاج الخيمة أيضا إبراهيم عسيري يقول مع احترام اللاعب السعودي لازال لاعب الموسم الواحد بطولة وانسى بعده أو مباراة ديربي أما على مستوى الإنجازات لازال اللاعب السعودي لا يملك سيرة ذاتية قوية تؤهل الاحتراف الخارجي بطولات خارجية محدودة وعبر سنين متباعدة فكر اللاعب السعودي لا يتعدى قيمة عقد الاحتراف سايق الخير يقول أجانب السبعة والمواليد 2 سيصنع دوري قوي جدا ولكنه سيخلف منتخبا ضعيفا جدا عدا أن اللاعبين الأجانب سيكونون في فترة تجهيز المنتخبات مثل ظاهرة اللاعبين المصريين التي اجتاحت ملاعبنا طيب عندنا خبر قرعة كاس آسيا دقيقة بندر على عدد اللاعبين تكفى بس دقيقة ما بس قال أبو ماجد أنه يعني اللاعبين اللي بيتم اختيارهم أنه كل ما كان العدد قليل بتصعب مهمة المدرب اللي بيختار أنا أقول العكس المنتخب الكويتي ترى في عز مستوياته كان العدد كان 11 لاعب
مجموعة احتياط. منتخب السعودي يوم ياخذ كاس آسيا 84 ويوم ياخذ كاس آسيا 88 كان العدد المختار محدود. نعم. بالعكس ممكن يكون إيجابي لما يكون العدد قليل أفضل. طيب اليوم أجريت قرعة كاس آسيا 2000 إن شاء الله في 5 يناير بين المنتخب الإماراتي والمنتخب البحريني. أما المنتخب السعودي إن شاء الله مبارياته تم تحديدها في المباراة الأولى الثلاثاء في 8 يناير سيواجه أول مباراة المنتخب الكوري الشمالي، وفي المباراة الثانية أمام منتخب لبنان في 12 يناير إن شاء الله يوم السبت، والمباراة الثالثة الخميس في 17 يناير أمام منتخب قطر. شو رأيكم كيف تشوفون المجموعات أبو محمد؟ متوازنة؟ والله متوازنة جدا يعني ما تم يمكن الآن تطلع عليها تقول هذا أقوى وهذا أضعف، في توازن كثير. فأعتقد أن التنظيم الجيد خدم أيضا بروس لما جنبوا طبعا بعض المنتخبات في التصنيف أنها تلاقى مع بعض خاصة المنتخبات القوية. وأعتقد أنه اللي يهمنا إحنا في هذا منتخبنا مجموعته حقيقة ننظر لها أنها كأنها أسماء سهلة، لكن على أرض الميدان وقياسا بمستوانا حتكون صعبة. ليه ما تكون سهلة علينا؟ لأن جايين إحنا من كأس العالم. حتى لو كنت جيت أنت عندك قطر ما منتخب مو سهل، عندك منتخب كوريا الشمالية ترى مو سهل، عندك لبنان. نتكلم افترض عدن تأهلنا. لا نشوف إنه كارثة إذا نناقش إننا بنتأهل ولا لا. لا لا تأهل. خصوصاً مع نظام البطولة، إذا ما تأهلت أول تتأهل ثاني، إذا ما تأهلت ثاني. أنا بتكلم عن مستويات. أفضل ثالث. على هذه المنتخبات الشهادة منطقياً أنت أفضل منها صح؟ بالتأكيد. ومنطقياً أنت المفروض كذا ترشح كذا. يا الأول يا الثاني. الأول الثاني. لكن على مستوى إذا ما عندي منتخب حتى أكون صادق مع نفسي وصادق مع الآخرين، ما عندي منتخب يخليني أجزم الآن إني أنا قوي وأن المنتخبات ذا ما تمثل لي شيء. لا منتخب بنتأهل. لا سيب التأهل ما نفكر في موضوع التأهل أبدا. احترم رأيي. والله بس اسمح لي أول شيء أنا بقول رأيي طبعا كارثة إذا ما تأهلنا يا أخي التأهل موجود إذا ما تأهلنا مع هالمجموعة كارثة. يعني شوف جاي من كأس العالم وأنت عندك دوري قوي نظام البطولة. أنا أشوف الزيادة على المستوى الفني مش في صالح البطولة صحيح، لأنك أنت تزيد لي الفرق الآن زي الفلبين وقرقستان هي عملية تسويق، زائد أنه يا أخي بعض المجموعات مع سوءها ضعفها بيتأهل ثالث صح أفضل يعني هذا. الدورة يعني الدورات مثل هذه أنا أتوقع بتبدأ من دور الثمانية صحيح، يعني الآن تتكلم عن المجموعات يا أخي بيتأهلون من 6 مجموعات أفضل. وبالتالي عندما نقارن المنتخب السعودي يجب أن نقارنه في هذه الحالة وليس في الحالة الماضية. الآن ذكرت المنتخبات الكبيرة في آسيا وقلت متراجعة. نعم. هي ضفت عليها الضعف الثانيين. لا با. يعني البطولة فنية كيف بتكون؟ بالتأكيد أنت تقول بالنسبة إلى زيادة عدد المنتخبات. ولكن أيضا علينا أن أيضا نحذر من منتخبات الوسط. يعني اللي هم المنتخب. أحذر من الفلبين. لا أنا أقول لك المنتخب السوري. المنتخب الأردني. طيب كانت هذه المنتخبات عندها فرصة أنها تتأهل في تصفيات، وين نعم. قوتها يعني لو تطورها يعني التصفيات كانت متاحة لها. لا المنتخب السوري لآخر لحظة غير السوري قرقستان والمنتخبات هذه ليش ما تأهلت للتصفيات؟ هذه المنتخبات الجديدة اللي تفضل فيها حمد أتفق تماما أنا أن هناك بالنسبة للاتحاد الآسيوي جانب تسويقي بدون شك، هذا وبعيد عن الجانب الفني، ولكن اللي حاب اوصل له انه نظرتنا الى المنتخبات التقليديه ترى يا جماعه لا ننظر الى المنتخب السعودي خلونا على مجموعتنا مجموعتنا لما تكلمت طبعا نقول حنفوز حنتاهل الاول الثاني، لكن يجب ايضا ان نعترف انه احنا منتخبنا برضه من المنتخبات المتراجعه، ما هم المنتخبات اللي ايضا يراهن عليها انت لا الان. بالعكس والله بعد كاس العالم وصولهم انا راهن عليهم. انت تراهن عليهم نجيب البطوله؟ بدر راهن نجيب البطوله. بدر مجموعتنا سهله ممتاز. صعبه؟ شوف خلينا في البدايه اقول لك المجموعات كلها متوازنه، القرعه متوازنه لكل المنتخبات والكل يتفق، يعني ممكن رده الفعل اليوم اعتقد اغلب الردود في السوشيال ميديا كلها تتفق على ان هناك توازن كبير في المجموعات. اليوم نتكلم عن المنتخب السعودي، يجب ان نستوعب امر مهم جدا. الكرة السعودية والمنتخب السعودي في مشواره في البطولات الآسيوية السابقة تراجع كثيرا، وأصبحنا في مناطق لا تليق بتاريخ منتخب حقق اللقب 3 مرات وصيف البطل 3 مرات. المنتخب السعودي اسم صعب في تاريخ أمم آسيا
لكن نحن نتحدث عن السابق العشر سنوات الأخيرة. أنا أعتقد أنه المنتخب السعودي يعني قدم مستويات باهتة جدا لا تليق لا بتاريخ الأخضر ولا باسم المملكة العربية السعودية، ويخرج من المجموعات في آخر نسختين. اليوم صحيح كلامك بندر، اليوم كرة القدم تطورت بشكل كبير جدا، المنتخب السوري، المنتخب اللبناني، المنتخب الأردني، في تطور كبير. أنا ضد أنه أنت تستهين بأي منتخب من المنتخبات الموجودة. اليوم مثل ما أنت تعمل غيرك يعمل، صحيح، وحتى لو حدث عند غيرك تراجع أنت أيضا عندك تراجع. النقطة اللي أنا بركز عليها توقيت البطولة تأتي بعد كأس العالم، وهذا سلاح ذو حدين. نقدم المنتخب السعودي مستوى مميز في كأس العالم، وهذا ما نتمنى، نتمنى أن يستمر أيضا في بطولة آسيا، لكن لا قدر الله في حال تقديم مستويات يعني غير جيدة في كأس العالم ربما تنعكس سلبا على أداء المنتخب السعودي في بطولة آسيا. اليوم لابد من العمل والتجهيز من الآن، العمل المحترف والمنظم، أنك تحسب حساباتك في كأس العالم، تحسب حساباتك في البطولة الآسيوية من الآن. المدرب إخوان بيتزي، الجهاز الإداري، المسؤولين كافة عن المنتخب السعودي، حتى أعتقد أنه حتى هيئة الرياضة يعني لديها الشيء الكبير جدا لتقدمه للمنتخب السعودي من دعم، من تحفيز، من تجهيز. لأنه أنت خلاص بندر، يعني اسم المملكة العربية السعودية صار على المحك لسنوات طويلة جدا بفضل المستويات المتواضعة. صحيح. اليوم بوجود هذا الدعم الكبير اللي توليه القيادة الحكيمة للرياضة السعودية، بوجود الدعم الكبير من معالي المستشار للمنتخب السعودي وكافة المنتخبات الوطنية، احنا خلاص نظرتنا صارت إلى الأمام، صارت إلى الأعلى. الماضي خلاص ننساه ونبدأ نفكر من الآن كيف احنا ننافس على اللقب. غيابنا غير مبرر على الإطلاق طوال السنوات الماضية، قلت لك منتخبنا بطل آسيا 3 مرات، وصيف 3 مرات، ما نقبل إلا باللقب، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. مرعي ايش رأيك، متفائل؟ والله متفائل إن شاء الله، وزي ما قالوا الأخوان على هالمجموعة كيف في توازن أصلا في المجموعات. أيه. وإن شاء الله أن منتخبنا يعني متفائل زي ما أبو عبد الله متفائل أنه راح يسوي شيء في هالبطولة. ما تتفق معي لو ما تأهلنا من هالمجموعة مشكلة كبيرة. مش مشكلة كارثة. نبحث على الأفضل. بندر إيش هذا؟ لا والله معليش أنا. لا 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 كثير كارثة. نبحث على الكارثة. اسمحولي يعني. طيب اسمحولي بس في الرأي. انا ليش انا رياضيين لعيبه كوره ما نقبلها، انت اسمح لك تدري لا خليني اقول لك حاجه ما نقبل ما جيب ما ما نتصور جيب لهم مجموعه من السعوديه نحن انت ما تتقبل اراء شكلك لا مو ما تقبل تفضل تفضل احنا بنجيب بطوله ما بتقول لي في المجموعات اي انا اقول هذه انا اقول لو طلعنا لا سمح الله مصيبه يا اخي اقول لك في فرق بتوصل الثالث يعني تصور يمكن يوصل الفلبين واللي هو لا قاعد يقول لك ضعيف لان النظام الجديد سمح ل4 ثواني طيب. الاربع ثواني طيب اوكي خلاص تمام انتهينا بس انا الحين لما تتكلمون اتذكر ان احنا لما اقول يوم يقول بدر احنا كنا اسياد اسيا حققنا بطوله 3 مرات تتفائل بس يوم تتذكر ان اخر بطوله حققناها عام كم صحيح 96 صحيح كم 22 سنه تتكلم عن 22 سنة المنتخب السعودي غائب على المشهد الآسيوي بس كسر هذا الحاجز وصلنا النهاية وصلنا النهاية وجهة نظري كسر هذا الحاجز بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكي تمام بس خلينا على مستوى آسيا يفترض أن احنا خلاص الآن طالما أن احنا راجعين من كأس آسيا لا والله معليش أنا ما أقبل إلا بالبطولة أنا كمواطن سعودي والله ما أقبل إلا بالبطولة بصراحة في ظل الدعم بندر في ظل الدعم والضخ المالي كبير والقيادة الرياضية ما قصرت ما خلت ولا شيء بندر والآن عندنا دوري إن شاء الله بيكون قوي وراجعين من كأس العالم أنت ومجموعات بندر فيها منتخبات زي ما تقولون منتخبات تشريفية بندر بس من حقي إني أسمع من حقي إني أحلم أن أكون بطل ومن حقي أن أدافع عن مكتسباتي ومن حقي أن أتغنى بالتاريخ ومن حقي أن أقول أنا أحد فرسان آسيا لكن في النهاية يجب أن نحترم الآخرين غيري ونحترم ونحترم قدرات الآخرين نحترم قدرات منتخبنا إحنا يجب في 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 هذا الوضع بالذات وضع منتخب السعودي كرة القدم نعم أتمنى حقق البطولة أتمنى أيضا أن ننتقل مو في كأس العالم لل 16 نصل لك 8 لكن الأمانة شيء والواقع شيء يجب انه اليوم يوم كرة القدم ترى كتاب مفتوح ابو محمد ولدي في الصف الثالث متوسط يقول لي على مستوى العالم من منتخبات المصنفة يمكن تجيب كأس العالم على مستوى آسيا
منتخبنا تراجع كثير. انت في فترة الغياب، في فترة الغياب يا بندر تدري انك طلعت يوم من الايام من مجموعة كانت تضم الاردن وسوريا والهند، واخذت بالاربعة والخمسة، ولا لا اخذت بالاربعة والخمسة واليابان فترعي. فانت الان حتى منتخبنا الان وصلنا لكاس العالم، مو زي ما انا مع وصولك لكاس العالم سلاح ذو حدين. اذا قدمت مستويات جيدة وخلت مبارياتك من النتائج الكوارثية وهذا ان شاء الله ما يحدث، وعدت طبعا بانتصار جيد على الاقل مستويات جيده ستنعكس بالايجاب على اسيا، لكن لا سمح الله لو حدث لنا ان قدمنا مستويات لا ترقى للطموحات اللي رسمناها على الورق، وما احنا مقتنعين رغم اني اقول انا على مستوى كاس العالم الثلاث المنتخبات اللي معنا افضل مننا. صحيح صح منطقيا محمد. فاحنا المشكله، المشكله ان نحلم خارج واقع. خلونا نشخص الواقع للمنتخب السعودي. طبعا انتم لو 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 قعدنا نتحدث عن المنتخب السعودي كما ذكرناه في بدايه الحلقه انه المنتخب السعودي 84 88 وحتى 90 وصل النهائي وانهزم من اليابان. زين في ذيك الفتره كان الدوري اقل من الان، الان الدوري اقوى. وش اللي خلى المنتخب السعودي لا لا كان حريقه يا لا 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 مو بحريقه بس خلا بقول لك هلا بكمل لك الفكره. تفضل. انا وجهه نظري ان الدوري اقوى الان من اول، ولكن كم كلام دقيقه بس عام 88 88 كان اقوى ثمانية النجوم. معليش معليش طيب خليني اكمل فكرتي بعدين رد علي. انا اتكلم انه السبب اللي خلى المنتخب السعودي في ذيك الفتره وجهه نظري يتفوق سواء عام 84 او 88 وحتى 90 هو الاستقرار والثبات على تشكيله واحده. المنتخب السعودي الان منذ سنوات من كل البطولات اللي خرجنا فيها سواء خرجنا بالنهائيات او دور الاربعه او في التصفيات اللي مرتين خرجنا منها كلها ممكن لو تسال اي واحد اي شخص تساله تقول له من هو تشكيله المنتخب يقول ما طيب ادري. ما ترد على نفسك الحين. لا انا اقول لك لا ما رد على نفسي. لما يكون ثابت معناه الدوري قوي. لا لما غير ثابت معناه الدوري قوي. انا اقول لك ما له دخل علاقه الدوري قوته بالثبات. انت تقول تو انا اقول اول شيء تعاقب المدربين. لا لا كل ما كان الدوري قوي ثبت. لا لا ما انت يا اخي هل انا في 88 عرفت تشكيله المنتخب. انت تعتمد على اختيار اللاعبين. طيب طيب هل ثابته؟ لا الاول حاجه المنتخب السعودي من يعني فتره تغيير مدربين هذا الكلام الحين اللي انت تقول لا مو الحين حتى انا اقول لك من بعد التسعين والمنتخب السعودي يا حمد خليه يوصل فكرته وبعدين ناقشه يا اخي انا لا انا ما وصل ما وصلت الفكره ما وصل لانك قاعد تعيد وانا لا قاعد تعيد وش فكرته اي فكرته اسمع وش يقول وصلت فكرته انا اقول لك فكرته لان انا قريب وصلت احمد وصلت فكرتك انا اقول لك هو يقول وصلت يلا خل نشوف اخوي احمد يبغى يقول الان ان الدوري هو قال يعني تناقض قال في كلام ايوه اسمعني يا اخوي احمد تفضل معي ان الدوري اول ضعيف والدوري الان قوي قلت لك انا وبعدين قلت ان الاول نعرف التشكيله ثابته الان ما نعرف هذا تناقض كل ما كان الدوري قوي كل ما كان الاسماء ثابته ما قلت كذا واللي هي كانت في الماضي هو كذا يعني انا ما قلت كذا ابو عبد الله معليش اول شيء ما قلت ان الدوري ضعيف ما سمعت كذا شيء ثاني طيب خل اعيد الفكره الفكره باختصار باختصار اول حاجه انا ما قلت ان الدوري سابقا ضعيف الا قلت الدوري الان قلت اقوى من السابق خليني اكمل يا ابو عبد الله لا يعني هذا ان الدوري ضعيف خليني اكمل الدوري الان اقوى لا يعني ان الدوري سابقا ضعيف هذا واحد اثنين انه انا وجهه نظري انه سبب عدم وصول المنتخب السعودي لمستويات متقدمه سواء في اسيا او في كاس تصفيات كاس العالم عدم الثبات على طبعا هذا الكلام عدم تطبيق الاحتراف بشكل دقيق هذا نقطه مهمه لان احنا نجابه الدول الثانيه بمهاره اللاعب السعودي ولو جمعنا ما بين المهاره وتطبيق الاحتراف قارعنا دول العالم بالكرة القدم هذا واحد اثنين انه سبب عدم تطور المنتخب السعودي عنوان ان المنتخب السعودي لا يمثل حقيقة الكرة السعودية بسوء اختيار اللاعبين وعدم الثبات على تشكيلة
وعدم وجود وعدم وجود استعداد صحيح. متى متى ما فهم عبد الله يقول ما فهم متى متى الكلام انت اول ولا انا قلت لي ليش انا فين راح لانه توسع احمد انا ليش قلت لك باختصار انا اقول لك لا لا انا اختصرتك انا اختصرتك عشان فكرتك انا اقول لك عدم الثبات على التشكيل والله ما منع منك شيء لانه قاعد يلف يا اخي محمد ما فهم انا فهم انا فهم انا فهم يا اخي ده لاعب قدام ما ادري ليش احمد الشمراني لا 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 احمد الشمراني عامل يقول فهم خلنا نشوف ايش فهم الرجل بيتكلم يا حمد بس انت حمد ما تبغى تفهم لا لا انا فاهم الرجل بيتكلم انه نتاج دوري قوي منتخب قوي انت رحت للاستقرار الاستقرار للثبات الاختيار طب نتجاوزها ممكن لا 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 هذا كل اللي يبغى يقوله صحيح ممتاز هو نتاج احنا عرفنا كل ما كان الدوري قوي كان منتخب هذا اللي يبغى يقوله طيب اي مرحله بالكلام الان بالدوري الان ولا السابق انت جاوب كل لا لا طبعا كل الدوري ذا مختلف السابق الان عندك سبع عناصر يا اخي عندك كل جاوب لا 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 فهمت انا لحظه لحظه فهمت انا والله انا اعطيك اختصار للعنوان انا اقول انا اقول انه عنوان كلامي بشكل مختصر انه مهما كان الدوري قوي وما اذا لم يكن مقرون هذا الدوري بحسن الاختيار دقه الاختيار في معسكر تلعب تصفيات في لاعبين وتدخل النهائيات في لاعبين وتبغى نتائج ابغى ثبت على تشكيله خلك ابو دهام على حكايه النتائج دوري طيب. قوي منتخب قوي منتخب قوي طيب. بس لا تشرح لا تشرح تركي ما سمعت صوته معليش لا تشرح اكثر من كذا احمد الشمراني عشان ما يضيعون احمد الشمراني يقول مشاركتنا في كاس العالم سلاح ذو حدين طب ليش ما تكون هي سلاحنا الاقوى اللي ممكن نراهن عليه في كاس طبعا اكيد انا اعطيك امثله عام 94 لعبنا في كاس العالم حققنا 96 كاس اسيا تمام اول مره كاس خليج ايوه تمام 98 لعبنا كاس العالم رجعنا 2000 لعبنا على النهائي وخسرنا بعدها 2006 2002 خلينا نتجاوزها 2006 على طول رجعنا من 2006 2007 لعبنا على النهائي ليه ما تكون هذه هي خلينا عربون تأكيد لي أن المنتخب السعودي في كأس آسيا يا يصل النهائي على أقل تقدير أو يحقق أنت بتربطها عشان كذا بتربطها أنت بصدف ولا بمستوى ما هو صدف هذه قاعدة يعني هذه محل حقيقي قاعدة أنا طيب والمفروض إيه؟ المفروض أن قبل ما نفكر في آسيا الآن نتكلم على القرعة على العين الراسي لكن قبل ما نفكر في آسيا نفكر ماذا سنقدم في كأس العالم وعلى ضوءها تبدأ الأمور بوقت طويل يعني تفضل طيب بنتكلم عن المجموعة يعني نستعرض الفرق منتخبات المجموعة خلينا نتكلم لبنان مثلا تصنيف 82 قطر 102 كوريا الشمالية 112 مع احترامي لكل المنتخبات نحترمها ونحترم عملها لكن هم خلفنا بكل تأكيد عشان كذا احنا نقول نقاشنا يجب أن يتجاوز وطموحنا يتجاوز موضوع دور المجموعات لأن إذا ما تأهلت أول بتأهل ثاني وإن ما تأهل ثاني بتأهل أفضل ثالث وإن كنت أشكك في المنتخب أنه يتجاوز هذه المراكز فهذه كارثة يعني خصوصا أننا متأهلين لكأس العالم خصوصا أننا الفترة هذه بدأنا نستعيد هيبتنا بعد ما فزنا على اليابان في جدة بعد ما تأهلنا لكأس العالم هذه أمور أنا أشوفها تعتبر في صالحنا بعد مشاركات للأسف كانت محبطة أننا نخرج عام 2011 و2015 من دور المجموعات لا 2011 بدون أي نقطة في مجموعة فيها سوريا وفيها الأردن هذا كله لو شفنا مثلا حجم الديون اللي على الأندية مليار في الأخير يطلع عندي منتخب بهذا الضعف هذه الكارثة حتى اللي خلتنا موضوع الديون الأندية خلتنا يعني نتفاجأ ونصدم بأنه أنا حول مليار في الأخير منجزاتي صفر صح. حتى دور مجموعات أنا ماني قادر أوصل السعودية اللي كانت لها هيبة وتلعب بهيبتها وتلعب باسمها أصبحت منتخبات مع احترامي لأنها تجاوزتنا إحنا مكانك سر والمنتخبات من حولنا قاعدة تتطور لذلك احنا نقول اليوم طموحنا مع المنتخب السعودي يجب ان يتجاوز دور المجموعات اليوم نفكر في الذهب ولا غيره مع كل الاحترام صحيح نظام البطولة رايح يخلينا مثلا نلعب بأريحية اكبر لكن مع ذلك اليوم انا اشوف خصوصا مع العمل اللي اليوم في الكرة السعودية وفي الرياضة السعودية وصناعة رياضة قوية وصناعة منتخب قوي ومدعوم من القيادة وقاعدين نشوف سمو ولي العهد يتواجد في الملعب لحضور المباريات هذه كلنا نخلينا يعني نفكر في الذهب ولا غير الذهب طيب احنا بنروح فاصل ابو عبد الله وبرجع اسمع رايك عندنا فاصل قصير وراجعين
حياكم الله متابعي الخيمة، نرحب فيكم، نرحب بضيوفنا اللي تواجدوا معنا، كابتن أحمد الشمراني وكابتن حمد الدبيخي، معليش بتعب مخرجنا اليوم ماجد المديفر، وكابتن عيسى الجوكم، وكابتن عبد الله خوقير، وكابتن بدر الصقري، وأحمد مطرودي، وتركي الغامدي، ومرعي العواجي. حياكم الله. الصورة عليك ولا تعبت ولا شيء. أنا فاجأت ماجد المديفر أنا عارف بس بيسامحني. طيب احنا لازلنا نتكلم عن قرعة كاس آسيا. طبعا أول قبل شوي كنا نتكلم عن المنتخبات والمجموعات ومنتخبنا السعودي. أيضا اليوم تم تدشين النسخة الجديدة لكاس آسيا، وإلى هذه النسخة القديمة بالنسبة لكاس آسيا واللي حققها الكابتن ماجد عبد الله وحققها المنتخب السعودي 3 مرات. الله الكاس جميل السابق ها؟ جميل وهذا جميل. الجديد وهذه النسخة الجديدة مع الدكتور عادل عزت هذا أجمل. وأيضا مدرب منتخبنا السيد بيتزي. إن شاء الله أنه جاي. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله الكاس هذا جاي إن شاء الله ها. أنا قلت لك جاي. عيسى جوكم إن شاء الله جاي. بإذن الله. أنا طبعا مع 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 الإخوان حقيقة إنه في عملية تفاؤل. نعم مع الإخوان إنه ممكن مباريات كأس العالم يعني سلاح ذو حدين، ولكن أيضا علينا أن نؤمن كمنتخب هناك مسافة ما بين كأس العالم وبطولة آسيا. ولاعب محترف، لاعب المحترف حقيقة خلينا مهما كان مهما حطينا بالنسبة إلى عيوب في الاحتراف، ولكن علينا أيضا أن نؤمن أنه لاعب محترف. لاعب المحترف لابد أن يمتلك ثقافة بطولة عن بطولة. لاعبين اوروبا انت تشوف اليوم يخسر اليوم يخسر بطوله ما تاثر عليه بعد الاسبوع، يفوز ببطوله اخرى بعد اسبوع في نهائي اخر. وبالتالي انا لا يمكن حقيقه انه ايضا في هذه المسافه فقط نقول انه نبني على ما سيتم في كاس العالم ونربطه في نهائيات كاس اسيا. بس طيب. مؤشر بالنسبه لنا نعم مؤشر، لكن مؤشر مثل ما قلت انت عندما لا تكون هناك نتائج كوارثيه. لا ان شاء الله نعم. ما في ان شاء الله هذا اللي نقوله، لكن بالاداء حتى لو انت ما فزت لكن باداء في اداء مقنع بالنسبه يقنع الشارع يقنع الشارع الرياضي في روح تقدم داخل المستطيل الاخضر هذا هو هذا من وجهه نظري هذا هو الواقع الذي تحدثت عنه عندما قلت بالنسبه مقارنه المنتخب السعودي بالمنتخبات الثلاثه في المجموعه في نهائيات طبعا. كاس طبعا. في نهائيات كاس العالم. عموما اخوي بندر انا اعتقد انه بالنسبه للمنتخب السعودي مرشح ومرشح قوي نعم. لنهائيات كاس اسيا القادمه، وهناك تغييرات كثيره جدا، ولكن علينا مثل عودا بس الى كلام اخوي احمد نؤمن حقيقه ان في كل منتخب في كل العالم هناك أجيال لا نربطها في الدوري، يعني جيل الثمانينات وبداية ومطلع التسعينات يختلف عن الجيل الحالي. حتى في المنتخب البرازيلي جيل مثلا فالكا وصغرات وحتى لو من حقق بطولة وزيكو 82 تربطها أيضا حتى بمنتخب حقق برازيلي حقق كأس العالم. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه نتاج الدوري يكون منعكس بالنسبة على المنتخب. أبو محمد وش احلى النسخه الاولى ولا الثانيه من الكاس؟ والله هذيك الاولى لنا معها ذكريات، يعني تخيل انت اول بطوله ترفعها بنفس المجسم ده كابتن صالح النعيمه. اي اول بطوله ترفعها بالمجسم ده ترسم في 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 اذهاننا كسعوديين، لكن بس حنين ولكن لا الشكل لا صحبه. لا نحن مع التجديد طبعا حنين ولكن الشكل الاساسي لا طبعا لا نتكلم عن كبار وجداني هذا الشكل الجديد هذا اذا رفعناه بيعجبك يا ابو محمد ان شاء الله. لا هذا لنا ذكرى مع اخي، تخيل اول بطوله انت ان شاء الله بيكون اول بطوله بهذا الشكل، ثاني بطوله بهذا الشكل ان شاء الله نبدا علاقه جديده. اكيد لنا ذكرى ولنا ماساه في نفس الوقت لانه اكثر من 20 سنه تعتبر ماساه ترى. الكاس الجديد صحيح فخم وما بين المأساة اللي يتكلم عنها 20 سنة وما بين باقي تقريبا سنة على كأس آسيا نسختها الجديدة، أنا أعتقد أنه حالة من الفأل تجوب الشارع الرياضي السعودي. الكل الآن متفائل على الأقل، إن لم يكن البطل بيكون الوصيف المنتخب السعودي بكل تأكيد. هناك عمل دؤوب، هناك تطور في المستويات، تأهل إلى كأس العالم، هذه كلها أمور كلنا متفقين عليها. لكن أرجع وأقول أنه لا نستهين بكل المنتخبات يا جماعة الخير، مثل ما حنا نتطور الكل قاعد يتطور معنا. المنتخب صحيح. الياباني صعب جدا جالسين يشتغلون. اي نعم برضو نعم. بدر لازم وعلى فكره لازم يشتغلون وقاعدين ينظرون لسنوات بعيده طويله. لازم نستفيد من المنتخب اللي موجود مع سعد الشهري، الكابتن سعد الشهري. اليابان لو ناخذ الان تخطط لتحقيق كاس العالم عام 2030 وحق مشروع بندر. وين كانت اليابان
في سنوات ماضية كانت متخلفة ترى الكرة اليابانية. بس في غياب كنت في زيارة في اليابان. ما كنت الأفضل. مع محمد تفضل. كنت في إحدى زيارات في اليابان وكان عندنا مباراة في دوري أبطال آسيا وأحيانا يطلعونا على معالم المدينة اللي إحنا نكون فيها. فودونا إلى أكاديمية كرة قدم. فكلهم أعمار صغيرة فقعدوا يتكلمون على أكاديمية. اتضح انه يرسلون اليابان كل سنة اللي هو زي الترم الصيفي يعني 3 شهور إلى 4 شهور 5000 عدد لاعبين صغار السن. كم اعمارهم؟ ما ادري والله لكن اللي في الاكاديمية دوري تقريبا ما يعني من 9 إلى 15 سنة. فلما يروح 5000 يقول هو هذا لو يطلع من هال5000 100 إلى 50 ينتفعون بها الأندية. ما قال منتخب الآن لأنه لما ينتفع بها الأندية انتفع بها المنتخب. فلذلك كل 3 شهور من كل سنة يرسلون 5000 دولي مو بشرط أنهم كلهم ينجحون شيء بسيط عدد بسيط. هذا من أهم الخطط الاستراتيجية. ترى خلني أوسع الدائرة. ترى فترة الغياب يا بندر اللي بيتكلم عليها 22 سنة ما هي بس فنية. فترة غياب ترى شاب المرحلة كلها بشكل عام على امتداد السنوات ما أقول فوضى لا انتفاع عدالة في كثير من الأمور. كان هناك احتجاجات صراع بين الأندية الإعلام فهذه كل الأمور السلبيات دي اللي كانت تطرح في الوسط الرياضي مباريات تنافسية كان ما تنتهي مباراة لا بحدث ربما يصل أحيانا لشجار بين الجماهير وهتافات تحكيم أيضا ما كان عندنا بذاك الصورة. ارتكبت أخطاء في نهايات قصت ظهر الرياضة السعودية ما أقول الفرق المتبررة. دخلتنا في دائرة جدل مزقت المنتخب مزقت حتى حكاية يوم من الأيام طبعا جماهير الأندية كانوا عاطفية عندما يخسر فريق بسبب ظلم تحكيمي تلقى المشجع يطلع يقول إن شاء الله المنتخب ما يكسب إلا شعوريا يلقى في سبيل أن كردة فعل طبعا في داخله لا بل كلنا وطنيين وعندما يلعب المنتخب المشاعر تتوحد. لكن أيضا الفوضى دي اللي حدثت واللي الآن بيعالج أكثرها معالي المستشار بوضع الأمور في نصابها الحقيقي قد تكون أيضا تخلق عندك بيئة رياضية جاذبة. نعم. يوم من الأيام كانت الأندية عندك زي ما قلت صح طرقت الأبواب عندنا حمد الدبيخي وجد فرص لكثير من اللاعبين أنهم يحترفوا لكن الأندية كان رؤساء أندية يجون لفترة يحافظوا على مصالحهم في سبيل أن اللاعب ده ما يحترف لكن حقيقة أنا اللي أبغاه طيب. عشان يكتب في السيفين يجيب بطولات لعيبة سعوديين ترى ظلمتهم المراحل مراحل سيطرة طيب. الأندية على كل شيء من ضمنها أيضا منعهم من الاحتراف أعطاهم ملايين استقطاب أكثر من لاعب من أكثر من نادي كان في المنتخب هذه متى؟ ظاهرة التكديس كلها في الفترة الأخيرة في 10 سنوات الأخيرة ذي لكن سنة المطالبات اللي تكلم عنها أبو محمد بلد. أنا برجع للجزيرة عبد الله خوفير بس لا بس على أساس ما يطلع لا خلي عشان الفكرة لا تروح فكرة على أستاذ مرعي نفسه بيتكلم على موضوع اليابان وهنا كان بيقول 20-30 عندهم منتخب عندهم 5000 عندهم نحن إلى الآن ما احنا مركزين ترى ما عندنا تركيز نرسل باجن دوح نرسل 1-2-3-4 هذا عدد قليل كلام لو جينا نفكر نركز هي فكرة بنتكلمها الآن وبنطرحها نحن لو رسلنا 100 لاعب من الشباب على 10 دول أوروبية لمدة 4 سنوات يتمرن هناك ويلعب ويشارك وكل حاجة بعد 4 سنين بعد 4 سنين أبغى منهم 7-8 لاعبة ما ينفعوني في المنتخب صحيح ينفعون 100 لاعب أرسل شوف هنا الكابتن حمد بيقول لك ينفعون 100 لاعب 150 لاعب أرسل من درجة الشباب الناشئين المميزين في الأندية وأتكفل بيهم وأسيلهم دراسة وأتكفل بيهم بحضورهم هناك في الأندية الأوروبية 10 الدول الأوروبية 8 دول وأسيلهم متابعة وأنساهم بعد 4 سنين إيجوا زي ما جول المصريين دوبر سيد عيسى جاب يقول لك جاء كنني جاء الوردة جاء الحجازي محمد صلاح كانوا برا وجول أنديتهم وجول بلادهم والمنتخب بلادهم لأنه أصلا كانوا بيلعبوا برا حتى بتشوف سلوكهم وملابسهم وبتشوف شعورهم أتغيرت ثقافتهم أتغيرت أنت لما ترسلوا من السن هذا من سن الناشئين الشباب ويجلس 4 سنين يأكل يشرب إجازته عارفها إيش هي الآن لعبت الكرة في السعودية عند الناشئين الشباب أنا كنت مجتمع معهم قبل أسبوع الماضي جلست أنصحهم هتروحوا فين هتروحوا فين هتلعبوا في الدوري حق الحوائر صح حق رمضانات يا أستاذ عبد الله قلت لهم لا
حيصير كذا وحيصير كذا. لكن لما تكون ثقافته ثقافة برا حيحافظ. يعني لما يصير يعني قلت لك انا دحين لما تقول طيب انتوا سووا له انتوا هذا من دراسه دحين مو هي مو انا سمعت كلامك الان جلست اراجع حاجه سمعت كلام استاذ بندر برضو بقول يا ريت يعني فعلا نحن اربع سنين نستنى نشوف الاربع سنين اما واحد واثنين لا ارسل اعداد خليه ينجح من ال 150 ينجحوا لي 7 8 9 بدر طيب كونت منتخب ابو عبيد انا برجع لابو محمد عن جزئيه منظومه العمل التكاملي قال لك انه كان هناك احتقان في الشارع اثر على المنتخب في فترات ماضيه بسبب مثلا نتائج سلبت بطولات مثلا جيرت ردت فعل في الاعلام يعني كاني فهمت كذا ابو محمد لا انا اتكلم بشكل عام انه مثل هذه الامور تحدث كانوا الابطال عندنا في الدوري ثابتين طوال السنوات الماضيه تتكلم عن الهلال في حقبه الاتحاد ثم الهلال بعدين الفتح النصر ما ادري انا وش اللي يعني انت ذهبت له يبدو اني لمس جرح عندك لا لا أتكلم لا 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 ابو محمد لا تكلم في تمرير اتكلم بالمجمل عندك يوم من الايام يوم من الايام حدثت انا كنت جزء منها انا كنت اطلع احلل وكنت اطلع اكتب وكنت اطلع اقول رايي فيها وقلت رايي وراي موثقه يعني في الشيء ذا يوم يوم كان يتغنى في كل الفرق الافضل خلينا نتكلم اتغنى وما زلت اتغنى هذا واجبي يا اخي كاعلامي انا اقدم نفسي انا اعلام ما مشجع مشجع اروح المدرج امارس هوايتي في المدرج حتى اشبع يعني من انفعال من تصفيق لكن عندما يستحق اي فريق بطل الاشاده الشيدو ولي الحمد لله ارث جميل في كل نادي يعني من عبارات اللي رددوها في هذا اللي عهدناه منك وما زال لكن لما اتكلم انا عن حكايه نعم حدثت يوم من الايام اوقفوا حكام من 6 أشهر شطبت لجنه حكام اقصد انا هذه جزء من اللي كان يخلق عندنا نوع من المشاحنه واللي انعكست بالسلب حتى على بعض اللاعبين داخل المنتخب لاعبين الأندية المتضررة أنا ما قسم هنا لا ذهبت للفريق الفلاني لكن وضعتها كجزئية بس ما أدري أنت ليش ركزت لا عليها. ركزت عليها كأنه أنت مثلا أبو محمد بتمرر معلومة لا 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 أنا أتكلم في المجمل أقصد جزء من كل عندنا الإعلام يوم من الأيام تدري أن يوم من الأيام حرقت إعلام في المدرجات تدري يوم من الأيام أيضا تحدث في كل بلدان العالم لا لا محمد. تدري يوم من الأيام أنه لا هتافات عنصريه في المدرجات في كل بلدان العالم بو محمد تدري يوم من الايام ان حكم طلع من هناك راعي المباراه عاتبه قال ايش سويت؟ ايش سويت؟ هذا حدث معليش انا بس الله يعينك على بدر حط لا 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 معليش لا, لا والله لا لا بالعكس كلام جميل بدر انا ابو محمد من الناس اللي بالعكس حوار جميل اللي يعرف معزته عندي ومن الناس اللي اقدر واستمتع في كتاباته لا لا كلامك جميل لكن انا بذكر ابو محمد انا اتكلم بشكل عام في كل بلدان العالم فهمت انت انا بقول لك في كل بلدان العالم في كل الدوريات في كل البطولات بطولات تجير بالخطا عن طريق التحكيم يا اخي حتى ريال مدريد ريال مدريد في دوري الابطال الان يقولوا بالتحكيم لكن اتكلم انا رافض في هتافات عنصريه صلي على النبي جماهير احرقت اعلام في يعني مش عندنا بس لا لا لا, 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 لا ما تاخر ما اثر بالسلب على بندر 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 ما اتكلم انت تتكلم في المجمل هذه جزء من كل اضف الى ذلك انه في قرارات طبعا تكير ميكيالين مثلا عندي نادي سين يعاقبوا لاعبينه من انذارين او من تقرير 3 مباريات 4 مباريات النادي صاد نفس الحاله وربما ما يتعاقبوا هذه ايضا تخلق جو من عندك الان معالي المستشار بدا يضرب بقوه حالتين حدثت عندنا ما سكت لهذا اللي يعجبني في المسؤول حالتين حدثت ما سكت حتى ما ادري انت حضرت معنا الاجتماع الاخير ولا لا لا والله ما حتى من ضمنه قال انا من الناس اللي علامه استفهام على هذه الحاله ليش هذه وليش تلك طيب في المنتخب الحين احنا ذا الكلام كيف يا اخي عندما تحاول انك تنحاز لاي نادي تنحاز للاهلي على حساب طيب المنتخب او الهلال حتنحكز بالسلب على المنتخب ما بره المنتخبات العالميه ريال مدريد الاهلي المصري في مصر مثلا بنفس هذا السياق اليوفي في ايطاليا بنفس هذا السياق تحققت انجازات سواء للمنتخب صحيح. او على مستوى الانديه وهذه الاشياء موجوده لا وهذه الاشياء التي تشير فيها لا 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 انا اقول لك اياها انه هو عامل ولكن يعني ليس بذات العامل المؤثر بشركه ما تاثر يا ابو محمد ارى العكس كانت هناك قبل 20 سنه 15 سنه 25 سنه لا يا شيخ لا 25 سنه كان المنتخب المتفوق في اسيا
كانت أندية الوطن بالنسبة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي تحقق مثل هذه البطولات. كأني مثل هذه التشكيل كأني بك وأنت المخضرم. لا 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 خلنا نكمل نشوف باقي كأني بك وأنت لا 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 ما خلنا نكمل أنا معك كأني بك لا لا كأني بك وأنت المخضرم أنك تدعو إلى استمرار مثل هذه لا الأخطاء. لا 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 أنا أقول بالعكس أنا من الناس اللي أقول أتمنى أن دورينا ما يحدث فيه خطأ صغير ما هو مخطأ المؤثرة بالتالي يا حبيبي حاول أن تجاريني أو حاول تكون معي أو اختلف معي على عيني ورأسي لا ما جاريك لكن اليوم لا لا لا, 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 لا في هذه النقطة لكن أن تشجع على استمرار الأخطاء لا لا أنا ما أقول لك يا أنا أقول لك يا ليس هو العامل المؤثر لأنك في الثمانينات ومطلع التسعينات كان مثل هذه الأمور في الصحافة تتواجد بعملية أفضل الإنجازات الأندية وتحقق يعني ليس العامل المهم جدا دقيقة بس الحين أنتوا يعني الشباب ضربوا مثل باليابان وبعدين إحنا كأننا إحنا نوصل صورة إن العمل اللي يقام الآن لحظة يا أخوي لأن أنا أتذكرت الآن أنا مو كان بيقول شيء أبو محمد وتراجع عنه لا لا أو ما تراجع أو نقل الموضوع أخذ الدائري الشرقي أبو محمد قبل شوي في كلامه إيش دخل هذا بهذا وإحنا اتفقنا خلاص أنا أقول أخذت الدائري أخوي هواجي أخوي عبد الله اذكروا تجربة اليابان وإلى آخره يا جماعة إحنا ليش بس قاعدين نطبل اليابان طيب إحنا عندنا الآن مثال صريح الآن السعودية أيوة قاعدة تعمل إلى أن إحنا نرتقي يعني لما يقول لك طموح ولي العهد أن نكون من العشر الأوائل في أقوى دوري في العالم. أوكي ممتاز. طيب هذا لشمن نعطيهم بعض الأفكار. إحنا بعض الأفكار. أنا أبغى أشيل 100 لاعب 150 أبو عبد الله. نستفيد من تجارب الدول الأخرى. نعم. بس مو معناه أن إحنا الأولين النتائج. اللي كانت ما فيها استراتيجيات هو بيتكلم على بس هو بيتكلم على تراي قلت لك على الناشئين والشباب لا انا ما اختلف عليك عندنا فكر جديد انا ايدتك انا بس اقول لك ان احنا ايضا في عندنا اهداف القدام الان طيب الحين يوم انا قبل شوي قلت ان المنتخب الياباني الان قاعد يسعى ويخطط الى تحقيق كاس العالم عام 2030 ايش يخطط ايش كاس العالم يفوز فيه اي يفوز فيه حق لا 2050 لا اسمعني ايوه لا 30 طيب ليش وش المانع ان احنا نستنسخ بعض الافكار اللي عندهم التجارب الناجحه التجارب الناجحه التجارب الايجابيه نستنسخ انا افضل منهم زين يا اخي على فكره ترى اليابان والصين هم اللي صدروا تكلم في الواقع حمد اليابان والصين هم اللي سعوا على تحقيق على فكره حلو كلام ترى ما يرسلونهم للدوري الاوروبي اللي البرازيل البرازيل الشركات طيب انت تفتح موضوع الشركات حمد معليش انا عندي سؤال بس لك ابو عبد الله احنا افضل منهم في ايش؟ انا اقول احنا لمتا وحنا وحنا نكذب الكذبه وصدقنا الان جبت الكلام ها؟ المملكه العربيه السعوديه واحده من اكبر اقتصاديات في العالم ولا لا؟ جاوبوا صحيح. طيب لماذا لا تتحرك الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية هذا اللي نقول لتساهم بإرسال اللاعبين كما يرسل اليابانيين حنا إذا المشكلة لا نرجع للأندية كم مرة تحدثنا عن هذا من 20 سنة وإحنا نتكلم عن موضوع الإرسال عن الإرسال من زمان شركات عندك الشركات ممكن احسن ما لازم خصخصة لكن وش التجربة اللي حنا افضل منهم يا حمد تعجبنا يا ابو دهام لا تجيبه لا تتركه خليه يوضح لا صحيح والله انت طبعا حورت موضوع ابو محمد نرجع له بس خليه يجاوبك على السؤال انت قاعد بتصيد على ابو محمد لا ما هو صاد نفسه لا لا يا اخي انت لحظه شوي هو صاد نفسه انت اول حد وش الشيء اللي حنا افضل منهم ثلاثه مميزين مو مميزين هذه ما هي كافيه انك شوف انا فعلا لما استاذ عيسى اتكلم على لعيبه مصر عيسى مين؟ عيسى الجوكر ما هي اتكلم على عيسى مصر قلبي اللي بيلعبوا شوف مو مركز هذا مو جنبك ولا تعرف يا ابو محمد انا ما اعرف الا صديقي الوسيم يعرفها باللقب استاذ ابو عبد الله اللقب صديقي الوسيم قامة اعلامية كبيرة تذكر مباراة برشلونة لا هو اتكلم على منتخب مصر طيب انا حمد حمد الدباخي ناقض نفسه في موضوع اليابان وقال اليابان ليش حنا استاذ عيسى لحظة ابو محمد
ابو محمد ناقض نفسه ناقض نفسه حمد الدبيحي في اليابان. لحظه شوي, هو قال ليش نطبل اليابان وبعدين قال ليش ما نسوي زي اليابان؟ ما قلت انا نسوي الا الا قلت ليش ما قلت عندنا احنا سمعنا الا الا كلام استاذ احمد ايش قال؟ قال اللي هو ليش ما اللي هو لماذا لا نسوي؟ لا 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 إذا صار عليه الموضوع ما يسأل. تفضل يلا تفضل. يا رب معلش أنت ذكرت قلت يا جماعة حنا قاعد نطبل اليابان ومدري إيش وكذا. لحظة قلت تطبل اليابان إلا قلت. إيه قلت كلمة. ليش نطبل اليابان؟ حنا ما نطبل اليابان, حنا نقول على مقال بلدر على مقال أبو محمد على مقال عيسى. نقول خل أقول في التناقض. اسمعني عشان أقول. عطى فرصة يا حمد. أنت ما تسمع. يا حمد عطى فرصة والله. حمد الدبيخي يقول أنتم تطبلون لتجربة اليابان ومدري شلون حنا أفضل منهم. بعدين رجع قال المفروض حنا نجيب نسوي زي اليابان. شلون تجي ذي؟ انا قلت حنا هذا اللي حنا نطالب فيه. لا لا ما بتناقض. انا قلت هذا اللي حنا نطالب فيه التجارب افضل ان نصير كذا. بس قلت يوم سالني بندر عن ان اليابان كذا كذا قلت الشركات. صحيح بندر؟ صحيح صحيح. في فرق. تكلم عن دعم الشركات. أيوة. طيب اوكي 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 شركات حنا في مقابل الشركات الانديه اخي يلا خذ لك هي مديونه لا 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 انت عندنا مداخله لا تفضل عبد الله عنده رد على احمد الشمراني لا باجي لا ابو لسه ما لا لا باجي على الشمراني قال له وسيم ما ادري ايش لو حاط تويتر لا حاط قلنا على تويتر حاط مقطع في تويتر وسيم صدى الملاعب وسيم صدى الملاعب اللي كان نقاشي معاه عن الكابتن ماجد عبد الله بالحق بالحق لا انت لو تشوف الردود جلد وسيم الخيمة بس أنا بالنسبة إلى من الكلام الجدي اللي حق حمد برجع إلى أبو محمد نعم بالتأكيد يعني بترد عليهم كلهم لا لا بس بالله أنا مع حمد أنا لا لا سأطرح من زمان إذا أنت شفت التحقيقات الصحفية المخضرم 25 سنة كنا نتحدث عن اتفاق أرامكو قادسية الزامل نعم من قبل 20 و 25 سنة وقلنا أنه بالنسبة إلى الأندية لن تنهض إلا بالشركات اليوم اليابان قبل عام 90 كانت مثل فيتنام في كرة القدم صحيح. اللي قدمه مش الاتحاد الياباني ولا قدمه الخطط الاستراتيجية نعم الاقتصاد الشركات بالتأكيد ومثل ما قال حمد اليوم احنا نعتمد على الأندية الأندية مليونة جدا ترى هذه الكلمة عن وجهة نظري تختصر مسافات كبيرة جدا وتختصر عالم من الصحافة على عشرات السنين يجب أن تكون للشركات والشركات مثل ما قال حمد المملكة العربية السعودية من أقوى اقتصاديات العالم سمو ولي العهد يقول حوالي 90% من قدرات المملكة العربية السعودية لم تستخدم حتى الآن في المجال الرياضي إذا ما دخلت الشركات الكبرى والبنوك سنأتي في الموسم القادم إذا الله أحيانا ولا بعده نتحدث عن مثل هذه المشكلات نعم. بالنسبة إلى ردي 15 ثانية على أبو محمد أبا أروح الموضوع الرائد والكوكب خلي روح رائد والكوكب خلاص طلبتك لا ترد خلاص طلبتك يلا تفضل لا خلاص خلاص صاحب انت أجلت الجنال بعدين يا والله رقصت فينا يا ابو عبد الله مره يقول لي ابغى ارد عليه مره يقول لي لا خلاص اجلت ارسلك على برا يا عيسى انت اللي طلبت مني انا اقول لك لا قفل لي عشان اول ما قدرت اجله لا انت طلبت مني قلت لي انه عشان انا ما قلت لك قفل لي انا ما باخذ وقتك يا بندر تفضل على ابو محمد اجل موضوع الرائد وتكمل لعيونك يا ابو عبد الله تجلدني بس ما يدري ايش اللي رد علي يلا استاذ الجميع تفضل شكرا شكرا يعني على كلام ابو عبد الله الشركات اكبر مثال الجوهره لو لاحظ الجوهره من قام بالمشروع هذا ارامكو شركه ارامكو طيب شركه قامت ومشرفه على المشروع الى الان يعني فلذلك انتجت مشروع مميز يعني كالجوهره طيب الله يوفق منتخبنا إن شاء الله في كأس العالم وفي كأس آسيا وفي كل البطولات وإن شاء الله نحتفل ونعود مثل ما كنا إلى الواجهة الآسيوية والمكان الطبيعي للمنتخب السعودي عندنا أيضا الموضوع الآخر اللي بنتكلم عنه إن شاء الله مباراة الرائد والكوكب واللي من خلالها نبارك لكل عشاق الرائد ضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه اليوم على الكوكب بهدف مقابل لا شيء نتابع الملخص ثم نعود مبروك مبروك
تهانينا لجماهير رائد التحدي وعشاقه، ألف ألف مبروك ضمان البقاء في الدوري السعودي محترفين، وأيضا أمس باركنا لأحد وحظا وافرا للطائي والكوكب. أبو دهام، هذه ثاني مرة ظاهر ملحق ينقذ الرائد من الهبوط. والله شوف، أول شيء مبروك للرائد وإدارة الأستاذ فهد المطوع، مبروك للجماهير الكبيرة اللي حضرت في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. هذه تؤكد جماهيرية الرائد الكبيرة، وأنه صراحة نادي المفترض أنه لا يلعب ملاحق وأنه ينافس على المقدمة. لكن يمكن اللي بعيدين عن الرائد ما يدرون عن الظروف اللي مرت بالفريق. النادي السنة هذه غيرت إدارته، كل في إدارة في نص السنة، أيضا في ديون على النادي متراكمة، وهذه خلت النادي ما يختار لاعبين أجانب على مستوى عال. يعني ظروف كبيرة، هروب بعض اللاعب الأجنبي، اثنين من اللاعبين راحوا واستبدالهم كان صعب. أيضا الحالات التحكيمية اللي حصلت على الرائد، يعني يمكن الأستاذ مرعي موجود والمحللين، ترى أنا بتكلم عن المحللين ليس رأيي أنا ولا رأي إدارة الرائد ولا مركز الإعلامي بالرائد ولا شيء. 23 ضربة جزاء لم تحتسب برأي المحللين ترى، ولو احتسبت هذه تغير ال تغير الرتم. إيه إيه الدوري 23 ضربة، مو من عندي أنا ولكن من عند المحللين. إحنا أنا أخذها من المحللين، جميع المحللين في القنوات اتفقوا على ضربات الجزاء 23 ضربة. 23 إيه هاي أبو. النقطة الثانية إنه طبعا في كلام بالله، هذه الضربات الغير محتسبة ما تسبب احتقان في مدرج الرائد؟ نعم تسبب، ولكن على فكرة على فكرة رغم ذلك سبب احتقان، رغم ذلك إدارة الأستاذ فهد مطوع لم تتحدث عن التحكيم. شوف هذه نقطة أرجو أن يتم مناقشتها لاحقا، لكن بتكلم في مدام يعني بتكلم في بعض النقاط. في بعض الأطروحات اللي حصلت في الخيمة وحصلت في شيء، وانا لا اتكلم، انا لا اتكلم بلسان الدباس الدوسري، انا اتكلم وفق واقع وفق منطق. المفترض الرائد الموسم الجاي هو وأحد يلعبون في دوري الامير محمد بن سلمان وفق النظام وفق اللائحه انهم هبطوا، اللي ما تتغير الا قبل اخر سبع مباريات نهاية يعني الشيء. بدر يعني انت تقول ان الملحق انقذ الرائد؟ ومن قال ومن قالك يا بدر؟ معليش بدر، هذه كلام يا احمد، انا اكمل بس كلام، انا ما قطعتك طول اليوم، خلني بس احمد خلنا نكمل، احنا نتناقش بس خلني اكمل كلام الحين. بدر انا اسالك، الملحق انقذ الرائد واحد؟ بكل تاكيد انقذهم، بكل تاكيد. انا اقول الرائد من الفرق العريقه واللي نكون لها كل احترام وتقدير ولها مكانتها، ومن الانديه الجماهيريه اللي تصنف ممكن سادس او سابع نادي جماهيري على مستوى المملكه. لا لا الطائي، لا لا وين الطائي؟ لا لا الطائي اكثر منه. اي والشباب خامس، اي والله الشباب خامس، لا لا الشباب خامس نادي جماهيري. يا ابو الوحده هنا انت استنى استنى الشباب، انا الناس ما نطلع من الموضوع، معليش ما قطعت ولا تقارن الطائي نهائيا يا كابتن. جماهير الوحده مع الاحترام ما تقارن الطائي ولا بدر ولا الطائي. الشباب لا 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 معليش الشباب بالارقام، لا خلي الشباب من جمهور المنطقه، لكن لا لا معليش جميع مناطق المملكه. اللي انا بقول على اساس ما ندخل في نفق الجماهيريه، ولا معروف منه خامس الانديه الجماهيريه على مستوى المملكه، يعني لو تسوي استفتاء واضح ومعروف منه الطائي ما يبي لك كلام. ارجع للائحه، لما جينا للجماهيريه نادي الوحده جماهيرية كبيرة ترى وعلى مستوى المملكة. أنا بتكلم بالله، أنا بتكلم حكاية يعني مو بجامل أنا. إذا سمحت يا كابتن يعني برجع لك، يعني أطول مجالي. طيب بتكلم بدر، يعني الحين فيه الرائد والتعاون والطائي والوحدة في حولهم خلاف؟ لا لا الشباب، لا معلش الشباب، ارجع للأرقام إن كان من أيام عبد الله يا كابتن. لحظه عبد الله تركي معليش تفضل. ترى الناس ما يسمعون صح؟ والله ما يسمعون يا اخي. مباراه الرايد وابها وهي فاصله تعادل مباريات الوحده والطائي والاتفاق والقادسيه. عطني على جمهور الرايد في مكه، ارجع على الرايد.
أتحدى الشباب والاتفاق والقادسية والطائي والجبلين والتعاون يجيبون مباراة زي الراية وضعها في فاصلة فاصلة بقاء. ارجع للمباراة وشف والله أنا ما أشوف ما حد يدخل. شوف شوف بندر تعرفني أنت وتعرف طبعا ما حد يدخل في ذا الأمور كل هذا ما تدخل والله ولا أدخل ولا أطيق الأمور هذه طائت حطيته الخامس ما هذه حقيقة مسلم فيها انا لو اقول الحين برشلونة جماهير برشلونة أكثر من ريال مدريد يا أخي هذا رأيي مدرج واحد طيب. يجيب لي احصائيات قديمه اللي بيقول انه فريقه الخامس طيب معليش على اللائحه يلا على اللائحه نرجع الجماهيريه بعد شوي اذا معنا وقت الكل يبي الجماهيريه فانا اقول لك يعني محسومه ما يبي لها كلام مع احترامي للوحده قضينا لا من جد والله الطائي معروف جماهيرية وعلى مستوى اللائحة ظلم الطائي وظلم الكوكب في اللائحة لأنه يسمع ردك أحمد على الكلام هذا أنا ما أتخيل في يوم من الأيام أني أشوف الدوري السعودي من دون الرائد لأنه من أعمدة الدوري السعودي المحترفين وفريق ثقيل وله جماهيرية وبالعكس يعني خلنا من الكلام اللي احنا كنا نقوله قبل شوي ونمزح فيه في مداعبات الجماهير وكذا لكن للأمانة وفق اللائحة اللي عدلت قبل 7 أيام من نهاية الدوري أنا أعتقد أنه ظلم الطائي وظلم الكوكب والمفترض أنهم الموسم الجاي يلعبون في دوري الأمير محمد بن سلمان لو ما قروا الزيادة السنة كيف؟ لو ما قروا الزيادة السنة الاتحاد من حقه يقر الزيادة في أي سنة ويحط طيب وش يقول لك الاتحاد اللائحة؟ الأدنى. أيوة بس أنا قريتها في السنة وحطيت آلية يا أبو عبد الله الأمور ما تدار ما تدار بالشكل هذا يا أبو عبد الله لو قال يصعد اثنين يبقوا الآن أنت ماخذين على دباس الدوسري مثلا أنه محترق على حق من حقوق فريقه لا مو لا ويقرر الآلية قبل سبع جولات هو قرر الزيادة كذا ما يصير في أي بلد في العالم ما يصير ما غير لكن حمد ما غير في أي بلد ما يصير لا يمكن لحظة ما غير لائحة حمد أول شيء حنا إلى اليوم ما غير اللائحة خلنا معليش طبعا رغم كل هذا الاختلاف احنا لا ينقص حق أننا نبارك الرائد وزي ما قلته يعني فريق يضيف للدوري جماهيريا ويعني له خبرات كثيرة في ذا لكن لما نتكلم عن اللائحة أنا لاني ضد الكوكب ولا معاه ولا مع الرأي بس أنا أقول من حقي أنا كمشرع ما دام قررت في السنة زيادة أنا أحط الآلية هذا الكلام مو أنت اللي تحطها يا أخي مو تحتاج عليك أنت اللي حاط الآلية كيف أنت اللي حاط الآلية بس أنا اللي حاط الآلية لما قرروا في سنة من السنين إن الدوري بالمواجهات يا رجل أنت حاط الآلية تقول الدرجة الأدنى يا بدر هذا كلام هذا شوف معليش شوف إنك تكلمت معليش أحمد لا بس آخر جزئية إيه؟ معنى إنه أنت تدافع عن حق مكتسب للطائي والكوكب ما هو مدعاة ترى أنك تنتقص من الرائد ممتاز الرائد وحد على العين والرأس ونبقوا في دوري المحترفين فهم من الفرق العريقة اللي هذا مكانهم دور المحترفين لكن بنفس القدر اللي حصل للرائد وحصل للفرق اللي بقت لابد ان نعطي بعد الطرف الاخر من حقك حقوق مكتسبه يا اخي للطائي وللكوكب لكن هل رئيس الطائي والمفترض هل رئيس الطائي خرج واتهم الاتحاد السعودي اذا الاتحاد السعودي يصلح الخطا بما انك الخطا الشنيع اللي ارتكبه
والظلم الفاضح والبين لا لا ما في ظلم معليش ما عليك مو بنت ما في ظلم دقيقه مو بنت الاتحاد السعودي لا 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 لحظه لا شوي لحظه الكلام هذا الاتحاد السعودي فكره خليني ارد عليك طيب خليني ارد لا 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 اخر جزئيه إيه؟ المفترض الاتحاد السعودي اذا بيصحح الخطا وبيعدل بين كل الفرق انه يزيد عدد الانديه ويصعد الطائي ويصعد الكوكب هذا اللي اتمناه من مبدا العدل والمساواه هذا اللي اتمناه وكنت اتمنى من اما كذا راح تكون المعادله منقوصه هذا اللي كنت اتمنى من الاخ دباس الدوسري وانا ذكرتها في تغريده واستشهد فيها الاستاذ فهد مطوع على الهواء وقال اتمنى انه يستفيد من كلام احمد المطرودي قالها في على الهواء بعد المباراه انا ذكرت كنت اتمنى من دباس بدل ما يوجه اتهامات الاتحاد السعودي طالب بزياده الفرق الى 18 ويصعد الطائي عزيز علينا ونتمناه وصايد الكبار ونادي جماهيري بالعكس لكن السؤال هل رئيس الطائي خرج واتهم الاتحاد السعودي بمحاباة أحد هل رئيس الطائي خرج وتهجم على 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 الأحد طيب. الأخ دباس الدوسري تهجم على الراية تهجم على الجماهير أحمد الأخ انتهى يا أبو دهام بس من ناحية اللائحة يا أبو دهام يا حبيب قلبي أحمد سعودي بس أحمد أنا ما ودي قضينا من ذي ترى حلقتنا عن الرايد قضينا من ذي عن الرايد وعن احتفاليتنا بالرايد خلنا نتكلم عن اللائحة طيب. أخوي بدر الاتحاد السعودي في بداية السنة هذه أقر أربع جانب بعد ما قرب الأندية اشتغلت على أربع جانب قال ستة جانب زين ولا لا في فرق استفادت في فرق تضررت اللي عليها ديون زي الراي تضرروا من الـ من الـ من الجانب ذا هذا لحظه شوي خليني اكمل من ناحيه اللائحه كيف الضرر ليست كلام لحظه ليست كلام مشرع دقيقه بس كيف ليست كلام لازم من السماء خليني اكمل يا بدر لحظه شوي احمد ما ترى انت حولت الحلقه من احتفاليه بالرائد وبقائه في الدوري السعودي المحترفين الى والله قتلت الفرحه خليني نفرح معك احمد جرك الملعب لحظه انا بسالك الحين الرائد بقى الحين الرائد قاعدين نحتفل فيه هو الان ضم البقاء اجل لو انه هبط ايش بتسوي فينا ما كان جاري والله ما لحظه انا مودي هو تكلم على اللائحه وانا ما رديت نقلب الحلقه الى حزن يا ابو دقيقه تسمح لي اسمح لي دقيقة بس اتكلم عن اللائحه وهذا الموضوع المهم تجيب من اسماء وخلاص اللي راح انتهينا الأخ بدر وبعض الإعلاميين واللي تكلموا قبل فترة بالقنوات وتحدثوا عن المظلومية وكذا أول حاجة أنه الاتحاد السعودي لما يقر زي ما قال أستاذ حمد أنه الاتحاد السعودي لما يقر شيء مو معناها أنه كلام منزل ما يغير أنا كاتحاد سعودي أنظر للمصلحة مصلحة الدوري أنظر للمصلحة العامة وشلون احقق هذه الزياده هذا نظام ممكن يتغير قبل العام كان اللي يلعب كان الثالث من الدوري الدرجه الاولى يلعب مع الثاني عشر السنه هذه تغير اللي هبط؟ السنه اللي جايه ثلاث فرق يمكن اللي هبط النظام السنه الجايه يمكن يتغير طيب اوكي عيسى بعدين تركي بعدين حمد الدبيخي تفضل عيسى انا بس كلمه بس الى الاستاذ احمد بالنسبه للاتفاق والقادسيه ارفع لي صوتك ابو عبد الله بالنسبه للاتفاق والقادسيه الجماهيريه خليني يعني اوكي الاتفاق في سنه او سنتين او ثلاث بس هو من على مدار 20 25 سنه كانت جماهير تمتلي معلش تمتلي تصدح بالبطولات معلش جماهير الاتفاق يقال انه الجمهور الميول النادي الثاني له بعد ناديه هو نادي الاتفاق وهذه الحقيقة ترى في لسنوات طويلة جاء سنة أو سنتين أو ثلاث تراجع مثل هذا الجمهور لا يعني أنه لا يمكن القياس بمثل ما تفضلت بأنه جمهور الرائد عن جمهور الاتفاق وعن جمهور القادسية لا الاتفاق أيضا إلى حضور الجماهيري على مدار ربع قرن من الزمن ببطولات وبمدرج فاخر جدا طيب تركي غامدي أتكلم عن موضوع الصعود والهبوط انا لا بس اختصر لي باختصار عشان مرعي العواجي ترى جالس الان يترقب انا ما اشجع على هبه الاستعداد انا ما اشجع الكوكب ولا اشجع اي من الفرق اللي قاعد تتصارع لكن انا اقول ما هو معقول اني اكافئ احد والرايد اني العبهم فاصله بهذا الشكل وبكامل قوته ما هو معقول اني اقبل في وسط الموسم او حتى قبل نهايه الموسم اغير اللائحه بهذا الشكل احترم الرايد احترم احد فرق يعني كبيره ولها تاريخها لكن منطقيا اليوم للجمهور احد او حتى مسؤولي احد والرايد اللي قاعدين يدافعون عن الوضع الحالي لو كان هم الثالث والرابع ما بيكون رايهم بهذا الشكل كان بيكون رايهم مختلف ولا احد يقدر ينكر هذا الشيء
الكوكب قاعد يعمل موسم ما هو طبيعي هو والطائي. يعني شوف عدد النقاط اللي جمعوه، ما هو معقول اني اجي اكافئ فرق ما جمعت الا 18 نقطة وانهم هم اللي يبقون بالنظام الحالي نظام عدد الاجانب. اكافئ هابطين، اكافئ هابطين يفترض خلاص نقطة من يعني موضوع حساس زي كذا فرق هبطت، هذا الكلام يعني ما هو معقول ما هو منطقي. ولا تقول لي من اكثر الثالث والرابع بالدرجة الاولى بالصعود، ما هو هذه معليش دوري الدرجة الاولى ليش ما صرت دوري دوري الدرجة الاولى انت الكوكب ليش ما اخذت الثاني وانت الطائي ليش الطائي تروح بطيارة خاصة تنهزم من هذا رايد ليش ما اخذت المركز 11؟ انا ارجع للائحه، اللائحه 20 ضربه جزاء هي اللائحه، اللائحه الى ما قبل شهرين او ثلاثه من هذا قاعد تقول لك انهم على طول هبوط وصعود. انت الحين قاعد تناقض نفسك. لا ما ناقض نفسي. لا ليش تقول انت ليش الرايد ما يحقق؟ طيب الطائي ليش ما اخذ الثاني زي الحزم؟ انا امشي على اللائحه. هذا مبارك لعبد الله خقيب، لانك انت على مبدا انا مبارك على احمد. انا اقول الرايد الرايد واحد احمد بعد شوي كذا احمد لو الرايد كان بعد لحظة بعد شوي عشان لا تشابكون بس شوي لا 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 شوي لا لو الرايد لو الرايد كان ثالث الدوري الاول ما كان بيكون هذا كلامك يا رجل. كنت بتقول لا من حقنا اننا نصعد مباشر ومثل الكلام يا اخي. شوف انت تتكلم تقول كيف كافه، طيب كيف كافه واحد اخذ لي الرابع الكوكب ترى التاسع. لا تكافئني لا تكافئني اعطيني حقي بالنظام وصار الرابع. لا تكافئني اعطيني حقي بالنظام، طبق اللائحه ولا تغيرها قبل النهائي. النظام يتغير ويتغير. عبد الله خقيب عبد الله خقيب في مسؤولين بالاتحاد السعودي وبالهيئه يبحثون عن ابو عبد الله ابو انا ولا انت اللي يقرر الاشياء. طيب انا لا متفق لا لا من حقك تقيم القرارات السعوديه مصلحه تركيا. احمد 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 يا شباب يا شباب ما يصير قاعد اتكلم انا يا تركي. انتوا ترى دباس الدوسري عشان بقفل على هالموضوع انا الحين جاني توضيح، هو قال ان احنا من اهدافنا او طموحنا البقاء تمام، بس ما يم ما 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 يعطينا او ما يعطيهم الحق انهم يسلبون حقنا. هذا ما يعني اني انا افكر في البقاء، لكن مو معناته انك تسلب حقي. هو يخاطب طبعا اتحاد القدم، ما يخاطب ما يخاطب الرائد ولا يخاطب لا هو خاطب الرائد يتكلم على الرائد. هذا ما يعنيني انا هي النقطة عشان اقفل على الموضوع بس. لا لا دقيقة بس دقيقة بس عبد الله خوقير دقيقة بس عبد الله خوقير نقطة محددة للرائد بس. لا ارجع لك ارجع لك يا ابو محمد عشان انا انت عندي موضوع ثاني نمشي بالنظام. ايوه خلاص خليه في الموضوع الثاني. خليني بس اكمل عبد الله خوقير بجيك انا موضوع حساس. محمد خمس الكبار يستاهل دقيقة. انا هتكلم كذا حبدا من ايش؟ من كلمة خامسة الكبار. ايوه حقيقة انا في الخيمة هنا وانت استاذ بندر ومعبي الرايد على دماغي انديتنا واندية سعودية وكل شيء، لكن عشان تتيس وتسحب لي تاريخ وحقيقة وواقع ما اقبل. استاذ عيسى الجوكر قال له قادسية اتفاق، قلنا مرحبا مو مشكلة، لكن عشان تنكر انه في نادي اسمه نادي الوحدة الجمهور ابتعد باسباب النتائج اللي هي العشر السنين. أنا الآن الطالب قناة سعودية الرياضية في مباراة اسمها الشباب الوحدة قبل 8 سنين 9 سنين ملعب الشرائع، هو بيقول تملى ملعب جدة نادي الاتحاد لعبنا معاه ونحن في المربع ملعب جدة أكثر من نصفه عبد الله كان الجمهور عبد الله أحمر وأبيض فيصل. نعم صحيح. الجمهور أحمر وأبيض في وسط جدة. أستاذ أحمد الشمراني كنا ننزل نلعب مع الأهلي نروح نلعب مع الاتحاد نطلع الرياض في لنا جمهور في الدمام في كل مكان صحيح. حتى في حائل في الطائي أنت عشان تضيع حق الوحدة كجمهور لا لا لا. شو أقول لك إياه بصراحة لا الرائد ولا الطائي ولا الأندية الثانية لا نادي الوحدة نادي الوحدة فيه حضور حتى الشباب حتى الشباب حقين البيت وكنتاكي لا 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 على دماغي على دماغي عبد الله مقبول لا 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 آسف لا 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 ما هو مقبول بل معك أنا شباب له جمهوره كل الأندية نعم علي والراس لا احترام والتقدير رجال التاريخ هو اعتذر جمهور الشباب 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 على فكره تحبه ما تحبه على فكره طلع عندك الايام العناوين هذه ما علينا العناوين ما تركي يا تركي انا هنا مشغول. عبد الله الشباب نعم احد اركان الكره السعوديه نعم 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 لو سمحت جماهيريه كبيره جماهيريه متناميه موجودين حتى في السوشيال ميديا
فرجاء كل مدن المملكة لا تهمش في منطقة النادي لا تهمشهم ولا أتمنى أنك تعتذر أتمنى اعتذرت أستاذ بندر أنا اعتذر جمهور الشباب نادي شباب عدنا بس أنا بقول لك إحنا نادي الوحدة نادي موجود شكرا حمد الدبيخي آخر واحد أنا آخر واحد بخصوص أي موضوع ترى مواضيع كثيرة نتكلم موضوع الملحق ولا الجماهير لا نفس الموضوع الجماهير الجماهير بتقولي الاتفاق الخامس صح أنا ما بقايل قال غيري أنت شو بتقول طب أنت شو بتقول في الجماهيرية إيه؟ جماهير الوحدة أيوة. بعد الرايد لا لا مش بعد الرايد جماهير الوحدة جماهير معروفة الخامس لا من ضمن الجماهير الكثيرة في تلف وتدور يا حمد اي لحظة خلنا نكمل أقول حمد حمد الهلال النصر الأهلي الاتحاد من الخامس الرايد أنا أسأله من الخامس كجمهور أيوة أنا يعني عشان بس لو قلت لك اتفاق بتزعل بس الاتفاق الخامس طيب خلاص انتهينا يلا كمل زين الحين أكمل لك يلا والمكرر بالنسبة للعنصر التوازن احنا اتفقنا انه في ظل على انه ما كان في عدد لاعبين لجانب لكن تعال خلنا نرجع اللي خرج الشباب من كأس الملك العام الماضي وج طيب ليش ما قلتوا لي وين العدالة اللي خرج الاتحاد من كأس الملك الطاي الاتحاد السنة هذه لعب بأربعة لاعبين محترفين مع الكوكب أجانب. مع الكوكب فبالتالي نعرف ان النظام كنظام ان فيه ضد لكن ما يمنع ان انا احقق قفزات افوزت احقق يا اخي اذا بنعد على الظلم هذا اجل نخلي الاتحاد مسكين انه هو بطل الدوري والان بيوصل الكاس كنموذج جيد منع من التسجيل عنده أربعة لاعبين والموسم هذا ما كانوا بعافيتهم زي الموسم الماضي مع احترامي للعدد الجماهير قلت ان الشباب الشباب ما في اي شك اصلا هناك اسمعني في يعني تعاطف كبير مع الشباب حتى على المستوى الاعلامي انهم يطلقون عليه من يعني ارادوا ان يغيروا مفهوم قالوا خامس الخمسه الكبار احنا عارفين من زمان في الدوري الاربعه الكبار مع الكلام هذا قالوا الخمسه خلينا نحط الشباب مع البطولات مو بصحيح لا مع البطولات يا اخي يا سيدي فاضل اسمح لي لحظه مش بكيفي وكيفك تحط لي تغير منظومه تقول خامس كبار بكره يقول لك هذاك السادس الكبار خلاص من المسلمات ان في اربعه كبار لا ما هي ما هي لحظه الاهلي ايوه والانديه الغربيه الاهلي والاتحاد النصر والهلال يعني هذا اربعه الشباب شفت هذا الكلام هذا الكلام على اساس دقه الشباب انا ما دخلت ممتاز لا على اساس من دخل الشباب ايش وضعه بينهم ليش دخلتوه الان وقبل كان الاتفاق لبطولات ما قلنا خمسة الكبار من حقك انك تقول من حقك انك تقول لكن الشباب ما معلش من حقي لا 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 انا ما انتظر معلش ما انتظر حد انا احترم الاربعة الكبار لا وحتى الشباب تحترمه لحظة لحظة شوف قال قال ليش ما قلت من اول الخمسة الكبار لا لا ما شفت الشباب من الكبار الاربعة الكبار هذا حق ما هو شيء ثابت ولا يدخل اي نادي لا لا قمة تقول اي نادي على كيفك الشباب انجازات والشباب انجازات وطول ما داخلين داخلين لحظة عبد الله عبد الله الشباب هو اللي يثبت ما يصير هم يسوون مشاريع ويسمع تفهم لحظة ما ينتظر انت كلامك الان اسمح لي بس انت تبي تجي على البطولات اسمح لي زين قبل لحظة بس اسمح لي عاد انت تجيني في الاخير عشان ندخل في الاخير بطولات الدخله طيب خلينا ناخذ التاريخ الماضي وندخل مع الاربع الكبار وش التاريخ وش تاريخ لا 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 يعني لا لا ايش التاريخ اللي انت تتكلم عنه الاتفاق على عيني وراسي لكن انا من اول نادي سعودي حقق بطولات خارجيه ايش كنت ليش ما دخلت لا ما يصير دخله ما يصير ما يصير دخله هذا حق مسلم انه هو يقصد ان الاتفاق حقق الدوري قبل الشباب طيب شو مشكله مش مشكلتك ما دخلتها لا طيب من حقك انك تطالب ان هذيك الشخصيه وش الوضع كبار طيب حمد اصلا الماده اللي تقول فيها اربع كبار ولا في حمد شباب خامس الكبار هناك معايير الاربع الكبار ليس فقط البطولات هناك الحضور الجماهيري هناك الحضور الاعلامي وبالتالي يطلق عليه طيب. الاربع الكبار سوف يكون عند الوحده الموسم القادم الكلام هذا طيب فاصل بنروح فاصل وبنخليكم تريحون شوي تهدون تروقون قهوة شاهي فطاير معجنات عطوه موية عطوه روضوا حنا بنروح فاصل وراجعين يا هلا وسهلا فيكم متابعي الخيمة في الجزء الأخير
من سهرتنا لهذا اليوم. نبي نتحول كابتن مرعي عواجي لنتابع ونستعرض الحالات التحكيمية لمباراة الرائد والكوكب. بس قبل ما نشوف الحالات التحكيمية الكابتن عبد الله خوقير عندك كلمة، تفضل عبد الله. هي كلمتي، نحن الحوار كان يعني الحقيقة ممتع وكان مشدود. أنا من خلال البرنامج هنا أعتذر لنادي الشباب، إدارة، جماهير، لاعبين، زملاء، تاريخ قديم، لاعبين القدامى الآن. أنا اللفظ طلع حق البيك كذا يعني، أنا أقدم اعتذاري اليوم شخصيا. أنت شديت الحقيقة لا 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 لا, 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 لا أقدم اعتذاري لأنه فريق كبير، فريق بطولات، شرفنا. شكرا الاعتذار من شيء من الكبار. كنت عبد الله خوقير يعتذر لكل الجماهير الشبابية والشباب أحد أركان الكرة السعودية. نعم نعم، نعتز ونفتخر فيه وجماهيريته متواجدة في كل مكان. أنا أحيانا أتفاجأ أصلا من حجم التفاعل الكبير للجماهير الشباب تحديدا في موقع السوشيال ميديا. للأمانة الجماهيرية تفاعل كبير ويستحقون كل احترام وتقدير ومحبة مننا جميعا. كابتن مرعي عواجي بقاء عفوا على دوري محترفين. الحين نادي أعطاه كرت، ليه ما احتسب عليه ضربة جزاء؟ لا، الكرة متوقفة خارج اللعب. أي خارج اللعب. أي نعم. طيب باركنا للرائد، أيضا نبارك لناديي أبها والمزاحمية الصعود من الدرجة الثانية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان. ألف ألف مبروك لعشاق نادي أبها، ألف ألف مبروك لعشاق المزاحمية. بالمناسبة المزاحمية لأول مرة في تاريخه يصعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان اللي هو الدرجة الأولى، دوري الدرجة الأولى سابقا. نتابع الملخص وراجعين. طيب طيب لين لنا عبد الله قال لي فيه. طيب احنا الان مش عندنا معاذ. طيب خلونا في نفس المحور لابو عبد الله. كنت بتضيف شيء قبل الفاصل الخامس بعد؟ لا لا، بالنسبه لا الجماهيريه حقيقه من بعد الاربع الكبار. نعم نحترم جميع الاراء بدون شك، ولكن أنا من وجهة نظري حقيقة أعيد وأكرر الاتفاق هو في المركز الخامس عطفا على التاريخ، على الحضور الجماهيري لسنوات طوال. كم بطولة الاتفاق؟ ما في حضور. كم بطولة الاتفاق؟ لا لا، كم بطولة الاتفاق؟ كيف؟ كم بطولة الاتفاق؟ أنت لما تعد الأولويات. أترك الأولويات البطولات. لما تسجل الأولويات. عطني كم بطولة؟ لما تسجل الأولويات. دقيقة خليني بقول لك إياها. لما تسجل الأولويات للكرة السعودية. على عيني وراس الأولويات. أول بطولة خليجية، أول بطولة عربية، أول فريق يحقق بطولة الدوري، أول نادي جاب الكرة في المملكة العربية السعودية، أول نادي حقق بطولة. ما هو معقول الأولويات؟ عطني عدد البطولات. عطني البطولات أبو عبد الله. السنة القادمة إن شاء الله ترتاحوا من ده كله وحتنصبوا بالعمل. عبد الله الوحدة. نحن العميد. عندك تاريخ؟ نحن وكل أيام قليلة. أيوه. ويصدر كتاب رسمي موثق من الجامعات وموثق من شخصيات تاريخية. نعم. حتشوفوا الكتاب هذا إنه نادي الوحدة. نعم. أول نادي. طيب لحظة يا عبد الله. مع احترامي لنادي الاتحاد على راسنا. عبد الله لحظة، الآن كل واحد يقول إهاية على أكثر جماهيرية. يا أخي عطونا عن ناديك هنا الهيار. اعطونا هنا نبغى نشوف من الخامس. نشوف من الخامس الاتفاق ولا الشباب؟ يلا خلنا نشوف. في ناس يشترون الاسوار. هذا في ناس يشترون الاسوار. لحظة في ناس يشترون الاسوار. بس اسألك سؤال لحظة احمد دقيقة بس. لو طلعنا فاصل قلت لكم يا شباب تناقشوا بس ما نبغى تقاطعات. انا اعطيهم دليل يزعلوا. اكبر ملعب في السعودية. كم ترتيبك يا حماد؟ لا تقاتل لي. انا هذه بقول انا مع الشباب. انت تتكلم عن الجماهيريه. اذا هو يلا حطها الشباب الخامس. يلا حطها. انت تتكلم عن الجماهيريه ولا تتكلم عن ادعم ناديك؟ هي هذه لا 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 ما لها علاقه. شلون ما لها علاقه؟ انا اقول لك الجماهيريه تقاس بالحضور الجماهيري. اذا كانوا الانديه مثل اتفاق يلعب بطوله خليجيه وزين. لا دقيقة بس. زين لحظة. تفضل. زين تلعب أنت تلعب مباراة فاصلة مع أبها وملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة. أنت ما عندك إلا هذا الفاصل. أكبر ما لا أنا ما عندك إلا هذا الفاصل. كم أنا بقول لك مباريات بطولة. يا أخي إذا كانت فاصلة فيها حضور جماهيري كم حضر؟ كم حضر؟ هذا بيجيب حضور الهلالي الاتحاد. 30,000 متفرج. أحمد حضر مباراة الرائد. معلش أنا لحظة. أحمد جيب لي مباراة الشباب. أبو دهام كذا حضر الشباب.
لو سمحت انا مضطرني اقفل الموضوع. تفضل عيسى الجوكم. لا خلاص انا عيسى عندي الموضوع. لا عيسى بعدين احمد. ما بالنقاش بالطريقه هذه انا ما اخذ فرصتي يا بندر. ما اخذ فرصتي انا بتكلم قاطع. نبهتكم اكثر مره يا طيب انا عندي المايك. ما حد الناس ما تسمع شيء. طيب اوكي ممكن تكلم. ارجع لك ارجع لك بس عشان وجهت عيسى. تفضل عيسى تكلم كثير. من عيسى الحلقه والمايك عندك عيسى. طبعا المايك عندي. انت عندك أحمد ما يصير أبو دهام. الله يرضى عليك. أرجوك أي أرجوك. هذا وانت فائز والله. عيسى تفضل. هات عيسى أمر لك. تفضل تبي يتكلم. تعزمون انتم انت احمد الشبراني من اول حلقه. انت تعزمون على اكبر مني سنا. اكبر مني سنا واكثر وسامه. انا اعطيه يا جماعه الخير. هذه مواضيع جدليه جدلية جدلية لن تنتهي. أنا الخامس أنا السادس أنا السابع أنا الرابع. لا لكن دعونا أيضا نتناقش الآن. إذا كنت قال حمد الدبيخي كلمة جميلة. هي المفروض اللي يعشق نادي الآن. أيوة. اللي يعشق عندك الآن استفتاء على الهواء. أدعم ناديك. الشباب هو الخامس. بغض النظر من الهلال وصل 20 مليون. أفضل الأندية كلها. ادعم ناديك. نعم. طيب ادعم ناديك. أنت عارف الترتيب؟ عارف الترتيب. الأول الهلال. الثاني النصر. والاتحاد والأهلي. الاتفاق الاهلي. لا حتى لا الاتفاق الرابع. حمد بعد خلاص لا تعليق بعد قصدك هذا الرد. لا قصدي الله يكثير يا عبد الله. اسمع اتمنى من الجماهير يا جماعه الخير واقسموا بالله انها فرصه لدعم انديتكم. الاهلي للاسف كنت اتوقع انا ان الاهلي بينافس على الصداره. كنت اتوقع ان الاهلي حيكتسح. كنت اتوقع على الاقل انه حيصل 15-20 مليون. ليش الخامس هو الان؟ للاسف هناك بعض الجمهور بعض جماهير الاهلي تحاول احيانا ايوه ان تعمل هاشتاجات تحريضيه لا تدعموا. لا لا دول ما هم اهلاويين. طيب في النهايه من المستفيد؟ مو بناديك ناديك يعني كيف يحاول. انا خمس دقائق يعني مو خسران خمس دقائق من جمهور الاهلي خمس دقائق والله يغير الترتيب. لكن انتم للاسف يعني على كذا هو خامس الكبار الاهلي. خامس الكبار عاشر الكبار ما يعني الا خامس الكبار عاشر الكبار. انا بندر اكتشف شيء من الاعلام الاهلي. والله اكتشف شيء من الاعلام الاهلي ان ايضا الاعلام الاهلاوي مو اعلام مؤثر. ليه؟ لان النتيجه الخامس. انا اول من دعم اول من اشتغل الاعلاميين. صح ولا لا؟ انت اعلام قوي ومؤثر على الجماهير. اتمنى من جمهور الاهلي ومن جمهور الاتحاد من جمهور الهلال الاتفاق كل الانديه يستثمروا هذا الخطوة هذه هي داعم حقيقي للأندية. بغض النظر والله بغض النظر 10 مليون تاخذها من الجمهور والله تفرق. أوكي بس نادي زي الرايد الآن صعد. نادي زي الرايد الآن المفروض مليونين مكافأة اللاعبين. لحظة عيسى ترى أعطانا كلمة مهمة. تفضل. الإعلام الأهلاوي غير مؤثر بالنسبة لك؟ أنا أقول بالنسبة للإعلام إعلام أي نادي مؤثر حقيقة في تحفيز جماهير نادي. خلينا ورّق الليلة في كده. ملي ورّق كبير. لا 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 ملي ورّق هذا كلامك. لا لا هذا كلامك أبو عبد الله ما قلت شيء. لا 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 أنا أقول أبو محمد ورّق لأن في شيء كان في الفاصل ولكن ما زلت عند كلمتي. خاطر تستاهل. ما زلت عند كلمتي ايه؟ انه على الاعلام الاهلاوي ان يكون اكثر تاثيرا. نعم. يبذل مجهود اكبر. ايوه. ان يبذل لا من جد صدق ان يبذل وعليكم مسؤوليه. نعم لا قاعدين لف ودور. نعم قبل شوي يقول غير مؤثر الاعلام الاهلاوي. ولذلك طالبوا خربت طفها عيسى. ابو عبد الله عيسى انت خربت. وش اعتذر بعد؟ خربت من اجابه. لا لا ما خربت من اجابه. ما زلت قبل شوي تقول الاعلام الاهلاوي غير مؤثر. ايوه الى الان قلت لك اياه. ولذلك طالبت الاستاذ احمد وهو كبير الاهلاويين انه يبذل مجهود اكبر. خالد قال لا يبذلون مجهود اكبر في عمليه اقناع الجماهير الاهلاويه. نعم الكل مستغرب حقيقه مثل ما قال الاستاذ احمد وهذه كلمه في الصميم. خمس دقائق جمهور الاهلي يستطيع حقيقه في ساعات ان يغير المعادله.
يكفي الكثافة الجماهيرية في المدرج الأهلاوي، وهذه ليست مجاملة حقيقة، ربما نعم، والأرقام تشهد بذلك، ولكن عليكم أنتم كدور أكبر إلى دور أكبر. وأنا أيضا بدوري أشكر أخي وصديقي وسيم صدى الملاعب عيسى على هذا الكلام، وهذه رسالة الخيمة يا أبو محمد. نعم الخيمة الحين، لا هو وسيم صدى الملاعب، لا احنا في الخيمة يا أبو وسيم، انه خيمة ما علينا، احنا ما نتكلم برامج ثانية، نتكلم برنامجنا. في المهم أتمنى أن رسالة أخونا المخضرم تصل لكل الإعلام الأهلاوي أن يكون أكثر تأثيرا، وأنا أولهم استفدت من هذه الرسالة. إذا ما له علاقة ادعم ناديك الأرقام ما له علاقة. أنا بقول حاجة على الموضوع هذا، بقول حاجة الحين شوف أحمد مطرودي يأشر لي يقول أنا ما تكلمت. منو أكثر واحد تكلم اليوم؟ أحمد. لا والله أحمد مطرودي. أنا أتكلم كل نجار الحين. الحين يدعم ناديك، يدعم ناديك الوحدة، ما هو من ضمن قائمة الأندية لأنه الآن تو صاعد إلى أجل لو الموسم الجاي إيش بيصير؟ إن شاء الله حتشوف إيش بتسوي جماهير الوحدة. نحن كنا في إجازة في رحلة داخلية في الدرجة الأولى في دوري محمد بن سلمان، وإن شاء الله داخلين عاد إن شاء الله. وطبعا أسماء الوحدة اسمها مو مكتوب، نقول إن شاء الله خير. بس الوقت نحن عندنا أدعم ناديك. كيف تقول أنت؟ كيف تقول حوار عندنا نادي الوحدة، عندنا أدعم ناديك إن شاء الله بخير، يعني ملعب الشراية عندنا داعم ناديك مو أدعم ناديك. بالنسبة للحضور، بالنسبة للعدد الجماهيري ما يقاس بدعم ناديك، لأن لها اعتبارات ثانية دعم ناديك، بدليل أنه الأهلي ما حقق مركز، لا ما حقق للأسف رقم ثانيا نظر الحضور الجماهيري. بالنسبة للملاعب بس تقول الجمهور انت وتقارن الرايد بجمهور الوحدة، وتقول الرايد الوحدة ما يجي ولا 5% من جمهور الرايد. أعطيك التالي أنا ما أتكلم من فراغ، اتصال بعاطي، اتصال بعاطي بسرعة، اتصال بعاطي الموركي والله من جد. 5% من جمهور الرايد دقيقة. لا أنت تقول راعي معك الجماهيرية ممكن تكون فيها رأي، بس لما تجي تقول لي الأسد يطير وتقول لي هذا رأي، لا ما يطير. انت تقول 5% هذا يجحف. معليش عطى كرسي ورد علي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في فرق بين راي ومعلومه. بندر انا بعطيك معلومه، مساحه ملعب الشرايع تجي نصف ملعب بريده، ملعب بريده يتسع 30,000، ملعب الشهجر الملعب كله كامل. مباراه الوحده الاخيره الملعب في عاطي المورك يشجع، وفيه مدرج اوكي مليان، بس الجوانب فاضيه، والجهه الثانيه مدرج صغير. اتصال بعاطي يا كابتن. اكبر ملعب ببريده بالسعوديه ملعب ببريده قبل ما ينشج ملعب الجوهره، بعد استاد الملك فهد. بعد استاد الملك فهد. معليش انا اعطيك معلومات، بعطيك كلام فاضي. 30,000 ملعب قبل ما يحط الكراسي كان يتسع 45,000 يوم ملعب يوم الرايد وابها ما كان في كراسي. إذا عندك إلا الراديو. لا عندك، وعندي عندي الراديو هجر. قضية جدلية بيزنطية والله ما ننتهي لين الفجر. انت سببها. انا اقول موضوع الجماهيرية لو نتناقش ترى الى فتره ما راح ننتهي، ما راح الجبليه. بس بندر انا مع استاذ احمد لانه قدم احصائي ومعلومات. الرائد وهجر والرائد وهجر ايه هذا شدل عليه. انا اتكلم عن الجماهيريه والله وسيم الخير. انت تريق. لا والله ما تريق، والله ما تريق احمد. انا عشان عبد الله خوقير لما يقول عند الكارثه وعند المصيبه. طيب الوحده لعب مع مين اخر مباراه؟ بس ضامن يا احمد، ضامن الصعود. لعب اخر مباراه ضامن الصعود. من هو الوحده اخر مباراه ما في جمهور. اخر مباراه ضامن الصعود
وما تقيس جماهيرية نادي على مباراة أو على موسم. يا أخي أنا أتكلم لك أنت ما بندر ما يعطيني فرصة. الله كلا أحمد أبوك كلا عبد الله خبير. لحظة لحظة يا أخي عطني الرجال فرصة بالله. كل هذا ولا أنا ما كم لا كم أنا بعطيك كرت أصفر الحين. أنا قاعد أقول أنا برعي أنا ما كمل فكرة. أنا ما كمل واحد تكلم بالحلقة ما كمل فكرة. كرت أصفر ممكن إيقاف بعد خمس دقائق. أيوة. في تقرير. الراعي ظلم من التحكيم. إيه. سنوات طويلة. فأنت الآن مظلوم. مظلوم والله لأني لازم جيت أتكلم بالمعلومة. أحمد. عشان بس جمهور الرائد لا يفهمني خطأ. لا لا. لا جمهور الرائد. لا لا خليني أحمد عطني فرصة. جمهور الرائد إضافة كبيرة إلى دوري المحترفين ولكن يا أحمد مثل ما قال بندر. مو معقول انه تقول للاسر يطير. هل معقول لجماهير الوحده تقول جماهير الوحده 5% من جمهور الرائد؟ طيب احمد احمد مستحيل. طيب اوكي مستحيل. طيب ما خالف تسمح لي بكلمه. انا اعطيك معلومات فرنا. اول قبل ملعب الجوهره لا 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 تعيد المعلومات اللي فوق غير في غير لا كمل لا لا تعيد لي معلومات اللي فوق لا لا احنا بنتكلم بالمعلومه بعدين تقاطع يا بندر عيسى يتكلم ما تقاطع لا لا وسيم وسيم عشان وسيم يعني لا عيسى اقل واحد تكلم اليوم يا بندر اقصد لا تكرر لي معلومات انا ما بكرر لكن اقول لك ادعم ناديك ليست مقياس للجماهيريه الجماهيريه تقاس بالمباريات وعدد الحضور الجماهيري الاهلي زين الاهلي الحضور الجماهيري لما أنت تجي مباراة مصيرية مثلاً تجي لي مباراة مصيرية سواء للهلال الاتحاد الأهلي النصر الوحدة الرايد تجيب لي مباراة جماهيرية أنا أقيس عدد الحضور في هذه المباراة المصيرية سواء من سنوات طويلة بعدين ترى أنت كم ترتيبك في الموسم؟ ترى الجماهيرية ما تقاس بسنة واحدة كم ترتيبك في الموسم؟ تقاس بعدة سنوات يا أبو دهام الآن في إحصائية نزلت بعدد الجمهور لكل الأندية اللي حضروا الأهلي أخذ الأول أنت كم تدري بالرايد؟ الرايد الرابع والخامس متأكد؟ إيه الوحدة الوحدة ليها جمهور وفريق ونادي الرايد ما هو موجود كان طيب تعتذر ثانية لا ما في حقيقة هذه خلي يعتذر مرة لا حقيقة هذه لا 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 نتكلم بأقدمية التاريخ خلي نتكلم عن التاريخ لا يعتذر مرة ثانية لا ما بدر لا ما في غلط كابتن عبد الله بدر ما انا قلت لك بندر لا لا مش الجماهيريه إيه؟ لا مش الجماهيريه نبي نقفل في هالموضوع لا نقفل بالموضوع على ظلم الطائي والكوكب فقط واتمنى اناشد اذا كان باقي بقيه من عداله عند الاتحاد السعودي لكره القدم تدارك هذا الخطا ان لم يكن ذلك اتمنى واناشد معالي رئيس الهيئه بالتدخل في هذا الموضوع لان الطائي والكوكب ظلموا يعني ظلم بين وواضح وصريح وبإمكانهم أنهم يداركون الخطأ في الوقت المناسب. إيش يسوي الخطأ؟ إيش يدار؟ خلاص حلت صعد الفريقين وحسمت. بإمكان زيادة عدد فرق الدوري. لا زيادة عدد الدوري لازم يكون قبل وقت وقبلها برامج وجدول. توهم زودوها. سبعة قبل سبع جولات. لكن أنت فينك قبل سبعة؟ أنا عتبي الآن فين الرابطة؟ رابطة الدوري للأمير محمد بن سلمان عندما أقروا مثلاً ده قبل سبع جولات. ليه ما اجتمعوا؟ فين رؤساء الأندية؟ ليه ما عملوا تكتل؟ الآن لما تمت المباريات وبدأت سمعنا الاحتجاجات من يوم كانوا فترة تحقيق من 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 حقهم يا أبو محمد لا تصح لا تصح حق لهم يا أبو محمد أنا من حقهم ما أقول لك لا ماني ضدهم من حقهم ومعهم ظلموا ولا لا يا أبو محمد ظلموا ما أقول لك لا لكن يفترض إنه احتجاجهم من بدري خلاص طالما ظلم لا يا اخي انت ارفع الظلم احتاج من بدري اي بس كذا ظلم للرايد وحد هو يطالب بحل وسط انت لعب حل وسط خلاص ختمت الامور ما عندي حل احمد معليش الرائد برا الموضوع احد برا الموضوع لا احنا نتكلم معليش معليش لا للامانه ايه تكلم لا لا تدخل لا تدخل لي الرائد في الموضوع ترى احنا انتهينا من موضوع الجماهيريه وخذينا واعطينا في الجماهيريه الان موضوع هبوط وصعود المفترض انه للرائد دوري محمد بن سلمان طيب والمفترض الطائي الان في دور المحترفين طيب بدر 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 الان عندنا في موضوع في نفس الموضوع هبوط نادي كان موجود في مؤلم نجران نجران يا سلام عليك نجران الان هبط للدرجه الثانيه تمام في يوم من الايام كان في دوري احرج الكبار نجران صح
احرج الكبار اعتقد الظروف القاسيه اللي مر فيها ضاع بطوله الدوري على الاهلي. طيب وبعد لا ما ضاع بس هو الفريق الوحيد اللي هزم الاهلي الان نجران بين انديه الدرجه الثانيه. والله يا بندر اللي يحصل لنجران يعني امر محزن للجميع. احنا كلنا كرياضيين تعاطفنا مع نجران عندما هبط من الدوري المحترفين في فترات سابقه. قلنا ظروف المنطقة الاستثنائية الموجودة في نجران، عدم لعب الفريق في تلك الفترة لمبارياته على أرضه وبين جمهوره، هبوطه لدوري الدرجة الأولى في تلك الفترة، هناك ظروف قاسية يعيشها نادي نجران. نادي نجران يعني أمد الكرة السعودية بأكثر من لاعب من الأندية اللي كان لها قيمة جماهيرية قيمة فنية مع الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. اليوم أنا أعتقد أنه ما حصل لنجران أمر مؤلم. الظروف القاسية هي اللي وقفت حجر عثرة في بقاء نجران مع الكبار. المفترض نجران ترى مع الأندية المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين، لكن الظروف الاستثنائية أنا أعتقد أنها كانت يعني مؤلمة بشكل كبير. نتعاطف يعني أنا شخصيا ممكن ما بيدنا إلا التعاطف مع نجران. أتمنى من المسؤولين النظر في وضع هذا النادي. حقيقة والله العظيم أقولها بكل أمانة، وضع نادي نجران محزن لنا بكافة انتماءاتنا وميولنا. نعم. وهذا الكلام كنا نتحدث عنه أول ما تم وضع الجدول يومه في الممتاز، وشاءت الظروف أنه ما يلعب على أرضه، كان ما بين جدة وما بين أبها على ما أعتقد. صحيح. يعني صحيح. فأعتقد أن كل تحدث، وحتى كان يعاني هو للأسف من عدم دعم من اتحاد الكرة وقتها. هبط الفريق والآن للأسف هبط إلى درجة الأقل. فأنا ضم صوتي لصوتك، اللي وجدوا نجران حقيقة ضحى وضحت المنطقة هذا ممثلها، وكان يفترض أنه يلاقي أيضا ثمن لهذه التضحية على أقل استمراره. يعني حتى سيناريو الهبوط بالنسبة له في أنه يلعب الملحق سيناريو مؤلم، أنه تساوي مع ثلاث أندية وبفارق الهدف له أو عليه بالنسبة للائحة اضطر أنه يلعب الملحق. حتى سيناريو الهبوط يعني كانت فاجعه. حتى هنا الاستاذ رئيس نادي نجران تحدث هنا في برنامج في الخيمه وكان معترض على اللائحه، ولكن اللائحه هي موجوده من السابق. نعم ما نتعاطف مع نادي نجران اللي قدم في 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 في, في بعض المواسم يعني مباريات مبهره، ايضا حضور جماهيري. مدام احنا نتحدث عن الجماهير ايضا كان نجران كان إضافة. عندما نعم. عندما نعم. صعد في الموسم الاول والثاني قدم ايضا اضافه جماهيريه في المدرب. ما يمشي في كره القدم. صحيح صحيح صحيح. ما خلاص احنا بدنا شيء تقول لي انت والله نتعاطف مع هذا نزل درجه ثانيه، معناها فريق ما عنده يعني قوه. يعني اخر فريق الوحيد اللي كل مبارياته خارج يا معلش اذا بنقعد على التاريخ هذا منك الفريق اللي مبارياته خارج يعني نقص حق المزاحميه. فريق قاتل محمد انت لا 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 ضل نجران مثل الغريق يا حمد. لا يحتاج لا لا من ان تجلى الدولة دعم كبير جدا. الظروف اللي مر فيها لا يقعد الظروف يتعايد ظروفه. حتى لو عنده ظروف ما ينزل درجة ثانية يا بدر. انتوا تتكلمون الفريق الوحيد يا حمد ما يلعب لا على ارضه ولا بين جمهوره. طيب وكل يوم في مدينة. طيب كلامك حلو. وما عنده سيولة مالية. بس لحظة، منتخب العراق لما حقق علينا كاس اسيا كان يلعب على ارضه؟ انت تتكلم عن منتخب دولة تتكلم عن فريق. هذا كرة لا, 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 لا 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 تقعد لي تقول لي عدل لا احمد لا لا احمد ابداء التعاطف. لحظه لا تبخس حد الهدف. ابداء التعاطف لا لا ابداء التعاطف لا لا ابداء التعاطف بالنسبه الى نادي نجران يا اخي ليس سبب عند درجه ثانيه. اعط فرصه سداح. ليس عيسى كلام عظمتي في كره القدم. لا 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 اعط فرصه سداح. ليس انتقاص بحق مصعد. ليس انتقاص بحق مصعد. اعطني اعطني النجران مع الاسف انا ممكن ما تعاطف معاه لانه نزل درجه ثانيه يا عيسى. لا وضع نادي لحظه ابو عبد الله تقول لي وضعه ايه ظروف ما بقى احد. لا حمد الاتحاد السعودي دعمه. لحظه الكلام العاطفي ما يمشي. طيب لحظه عط فرصة سداح. يلا ابو عبد الله يلا حمد انت رحت اولت انه هو بالنسبة الى الصاعدين احنا انتقاص فيهم. احنا ما تكلمنا عن انه الصاعدين انه يبقى هو ولا يصعد المزاحمية. احنا نتحدث عن حالة استثنائية كانت في دوري الدرجة الاولى. هذه الحالة الاستثنائية بالنسبة انه لا يلعب طيب على هذا الممتاز. ما كان يلعب على هذا تم تقديم له من معك 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 ان هناك للهيئة
قدمت إلى الكثير. حلو. معك أنا في ذلك. طيب ولكن تختلف يعني ما في كلمة نقول لها النادي شكرا على الظروف اللي مرت عليه، وأيضا نواسي إخواننا في نادي نجران على الهبوط. هذا كلام العاطفي. مو عاطفي. مو عاطفي. كلمك كلام منطقي. هل أنت تقبل أن نادي نجران اللي قاعد تقول عنه ينزل درجة ثانية؟ ما عليه، ولكن حمد إحنا لابد أن ننظر إلى الحالة الاستثنائية. لحظة. تفضل. كابتن حمد، أول شيء الزميل عادل الملحم الله يمسيه بالخير. يسلم عليكم، يسلم على كابتن حمد، يقول قل له برافو كلامك مميز عن نجران. كلام حمد عن نجران صحيح، هذا عادل الملحم يتفق مع. لا لا اخوي بندر خلنا نكمل. اذا كل واحد اذا كل واحد لحظه مو بعن عادل وذي، بس خلونا منطقيين. اذا احنا بنقعد نقول والله يا نجران احنا ما قدم لك، يا اخي نزل درجه ثانيه. انا ما قلت له اصعد، لو قلت له اصعد بقول والله ظلم عنده وعنده وعنده، بس ثانيا يا اخي قدمت للدوله خلال مسيرته في الظروف اللي صادته ما قد يعني كثير ملايين قدمونا. طيب طيب خلاص كلام. لا 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 طيب طيب خلك كلامك أحمد. كلامك ما جميل. نقول عنده ظروف أنا كلامك جميل، لكن نادي نادي الآن نادي كل لاعبين من نجران كانوا يوم الأيام صح. طيب إذا المشكلة تدري إن كان مقره جدة. طيب خلينا نكمل. تخيل أنت فريق نادي كامل، فريق كرة قدم كامل، ينتقل من مدينة إلى مدينة. طيب في جدة جلس موسم كامل. خلينا نكمل. في جدة موسم كامل. زين. وبعد ما هبط الفريق طبعًا هو كان في الممتاز، والفريق الوحيد في العالم اللي كتبنا عنه وقلنا يلعب خارج كل مبارياته خارج أرضه. شو المشكلة طيب؟ خلينا أقول لك المشكلة. درجة الأولى هبط الآن. لا. هبط الآن درجة ثانية ولا يمكن نقول له شكرا على تضحياتك، ما قصرت، كثر خيرك. أترك لا لا ما أترك مع احترامي العادل الملحم، لكن لو نادي هاجر كان عادل الملحم قال الكلام يا أخي نكلمك بالمنطق. لا ما أترك محمد لا سمح فريق فريق هذا مواسم ما خارج المدينة. أنا كلمك أقل إمكانيات. الحين واحد أنا أتكلم عن سعود، واحد من ضيوف الخيمة بس أنا مجهول. رضى الذكر اسمه. يقول طبعا كلام موجه بدر الصقري، يقول الحين تقولون الرائد واحد معهم سبع، الرائد أحد معهم سبع أجانب، لذلك لهم أفضلية على الكوكب. معاذ عادل الملحم يطلب مداخلة يبغى يرد على أحمد الشمراني. من حقه الآن الزميل يقول الرائد أحد عندهم سبع أجانب لذلك لهم أفضلية على الكوكب والطائي وما في عدالة منافسة. تمام. الآن يقول بالنسبة لنجران له أفضلية عن أندية الدرجة الثانية ومع ذلك تأهل من الدرجة الثانية، يعني قصد أن نجران هبط مع أنه له أفضلية على أندية الدرجة الثانية. أي صحيح. تتفق معه؟ اي صحيح. ايه يعني لاعبين افضل من ومع ذلك هبط. يا اخي فريق منهار، فريق ما عنده مدينه، فريق ما عنده مقر. يا جماعه الخير الظروف الاستثناء. شنو الظروف؟ وش الظروف؟ اي شنو يا اخي انت وش عندك من ظروف هبطت لدوري الدرجه الاولى؟ خلينا الموضوع قارن نفسك في نجران والظروف اللي تمر فيها نجران. هل الدوله تركتها بدون حرام يا ابو سكن بدون مقر بدون دعم؟ يا اخي خذوا فتره من دون مقر. والله ما في مقر. كان ساكنين في نادي ملعب منشاه كان يتمرنوا على الملعب الرئيسي في ملعب مدينه الملك عبد الله. ايش وفروا له؟ ما يكفي ابو عبد الله. وش اللي يزعجكم لما نقول انه خلص خلص عيسى تفضل حبيبي احمد تفضل حبيبي عيسى لو سمحت تفضل. الان احنا تكلمنا وايد الشباب على ان نجران مر بظروف صعبه جدا وكلنا ندري عدم اللعب على ارضه، وهذه ترى تشكل مشكله كبيره. الله اكبر. ليش؟ لانه اللاعب فرق اني انا اطلع من التمرين اروح لبيتي او اني اطلع من التمرين اسرح الفندق، يا اخي نفسيا تتعب. هذا واحد. طيب لا وأهل نجران يواجهون جبهة والله ينصر إن شاء الله يعني قواتنا على الحدود.
زين، واهل نجران من اكثر وافضل الناس اللي يعني عانوا ولائهم، ويعني بشيء صراحه الكل يثني عليه. اختلفنا على نجران ضحى ورجاله ضحوا ويستحقون الشكر والتقدير على هذه التضحيات، وانا ايد كلام الشباب. ولكن الرساله اللي اوجهها لاهل نجران سواء النادي او المدينه، زين، انكم انهضوا بناديكم، واتمنى من الهيئه ايضا انها توجه دعم كبير لعوده نجران لمكانها الطبيعي، لانه نادي عريق وكبير ويستحق. نعم. بندر، طاقة الاستيعابية لملعب الملك عبد العزيز 35,000 شوية. 35 ها؟ 39 ها؟ رسمي. مكة. مكة. وبالنسبة لبريدة. لا لا، وبيدينا معلومات غلط. يعني بيحكي عشان كذا ما في. وين ومنين المعلومة؟ شوف شوف شوف. جيب هذه، جيب هذه. ما يصير. تفضل. واحد مرسلها لك ولا؟ لا 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 لا، من الهيئة. أكثر الهيئة. من مكتب 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 الهيئة. لا، معلوماتك عجل احمد، مع الاسف يعني مضروبه. عبد الله خوقير عارف اللي ارسلها. انا فايز انا اتحدى اذا كانت المعلومه صحيحه. لا يا شيخ، اتحدى الهيئه. لا ما قلت لك، خلاص ما تبعد كبير. انت الله يعينك على الوحداوي. قلت لك نادي الوحده عنده جمهور وعنده فريق قبل الرايد ما يلعب كوره. الحين انت بنشتري الشباب، افتك من الشباب. عبد الله، لا مو مشكله، ترى نجران يلعب بدون اجانب وبدون مواليد. طيب هذه ذنب الاداره، ادارته يا عبد الله، شو اسوي له انا بعد؟ حلوه ذي، يروح يلعب بدون لا نظام، يقول لك سجل ما سجل، ما عنده، ما يقدر يسجل، كان عليه ديون وما يقدر يسجل. هذا نفس هذا الاتحاد بعد عليه مسكين، ما يسجل الا لاعبين، هو ذوي يلعب كاس العالم. حديث اتوقع الاتحاد عادل على ارضه. هي انا اشوف نقطه، اشوف هيئه الرياضه مطلعه على وضع نجران كامل، ممكن في اشياء خفيه احنا نجهل. اتوقع اذا نجران كان يستحق الدعم ما راح تقصر معاه هي الرياضه. يا رجل يا رجل، تم الدعم، حتى هي قدمت الدعم. اذا هي اللي مطلع على الامور في خفايا ممكن احنا. انا ما اتكلم، انا اتكلم على الدعم، انا اتكلم على الجوانب، نتكلم على الجوانب النفسيه والفنيه. اذا ان هيئه الرياضه شايفه انه نادي نجران بحاجه الى دعم اضافي او ما دعم، خذ راح تروح مع تركي. تركي القضيه ما قضيه كم الدعم، الدعم موجود. طيب ايش المطلوب يعني؟ لكن نتكلم عن احنا نبدي تعاطفنا، اوكي من حقك تبدي تعاطف اي عاطفيا، اوكي بس كلام ما يمشي كره قدم. يعني كانه مستكثر علينا انه نتعاطف مع نادي نجران. لا تعاطف، بس ما يسمن ذا الكلام. في كره القدم في عمل اداري غير جيد من نادي نجران. انت ما تعتقد الان ان هبوط نجران للثانيه امر مؤلم بالنسبه لنجران واهل نجران؟ مؤلم. لا لا، معليش معليش حمد، ثانيه يا بدر، وش الانسان من دون عاطفه يا حمد؟ بدر الانسان كله احساس ومشاعر. لا بد انك تتعاطف مع كره القدم. ما تعاطفنا مع الاتفاق يا اخوي مهطحي، المملكه كلها تعاطفت. كان يستحق الهبوط، جيب قاسم الساهر لعبوا معاه. يعني حمد قسى على نجران جدا اكيد جدا، كلكم تتفقون؟ انا عن نفسي اقول قسى. استكثر عليه الحبيبه. بس لازم نعرف ابو عبد الله، ترى نجران يمر بظروف استثنائيه. ابو عبد الله يا اخي، هل تركت الدوله؟ هذا سؤال. لا لا، قدمت له دعم كبير ومطر ونادي يتمرن في شو اسمه ومفرق اللاعبين، ايش تبي اكثر من كذا؟ كانوا محترفين. حمد 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 حمد، توك الان تقول بالنسبه تعاطفي مع الكوكب مع الطائي ومع النجران. احمد هذا انا معك فيها، توك تقول انت بالنسبه الى وضع الرائد وبالنسبه الى وضع ال ايش قلت عن الرائد؟ دقيقه خلنا بكمل. لا 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 تقولني، ايش قلت عن الرائد؟ انا ما قلت الحين شيء. اي لا ايش قلت؟ لا تقول ما نزلت الملعب. توك تقول انه لا كلام عن الاتحاد السعودي لكره القدم بالنسبه الى، لانه مشرع بالنسبه الى ملعب اللاعبين الاجانب، صح له لا؟ طيب ايش الكلام؟ وهم معترضين انه ليست هناك. هم ايش دخلهم فيه؟ تقول انا اكمل لك. طيب اسمح لي يا عبد الله، اسمح لي يا عبد الله. على الهاتف معنا الاستاذ مصلح المسلم رئيس نادي نجران، حياك الله ابو هادي. هلا بندر حبيبي، كيف حالك؟ طيب هارد لك يا ابو هادي، حظا وافرا. يلا الحمد لله. هذا 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 شيء طبيعي، يعني نادي ثلاث سنوات خارج ارضه بدون دعم بدون وقفه صادقه، مع الاسف هذا انا اقولها والان اعلنها انه حتى راح ممكن يكون مناطق. على العموم انا بس حبيت اني اعلق على كلام الاخ حمد بيخي. تفضل. يقول الاتحاد الهيئه والاتحاد السعودي قدموا لنا ملابس، ما ادري من وين وصلت المعلومه ذي. ما قلت انا ملابس. لا انت قلت انه تم اعطانا ملابس من ما قلت ملابس. الله يسلمك، لان قال لك المعلومه. لا لا ما قلت ملابس،
قلت انتم لقيتوا دعم من الدوله لم تتخلى عنكم صح ولا لا؟ مش دخل ملابس، ما قلت ملابس دعم كمان اللي نقل لك الكلام. ما عليك ما ما عليك يا حمد 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 يمكن يقصد ملاعب. ملاعب تقصد ملاعب ابو عبد الله؟ ملاعب انت يعني انت الان انا قلت كلامي واضح ان الدوله لم تترك نادي نجران عندما نقل. لا 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 يا حمد ما عليك، عطني اياها بالارقام يا حمد حمد ابو عبد الله. ما عليك ما عليك الدوله على اشتغل في نجران. اسمع اسمع لا تدخل الدوله، احنا الحد موجودين وعارفين وش احنا نسوي، لا تدخل الدوله في الامور. انا كلمك كفريق كره قدم يا اخي. يا حمد حمد تفضل اسمع لو سمحت خلني اتكلم. يلا اتكلم عشان خذ راحتك انت. تفضل. لا تحط لي الوطنيه والدوله دائما في اي شيء، احنا الوطنيه عارفينها وعارفين وش احنا نضحي وش احنا نقدم، ولا احنا اللي بنتكلم على فكره، احنا معروفين وش حنسوي على الحدود اذا جالس الخيمه وجالس حاط رجل على رجل، فاحنا ليل نهار ندافع عن وطننا. هذا واحد. اثنين اتمنى انك تعطيني ارقام عن اللي دعمتني الهيئه والاتحاد، هذا اتمناه قبل ما تقول الشيء ذا. بس لا لا نجران الموسم الثالث لا يوجد لديه محترفين، قضايا عليه 16 مليون ديون لم تحل. اتمنى انك يا اخ حمد تتاكد وتتحرى من الكلام اللي انت تقوله. احنا بالنسبه لنا عادي نهبط ما نهبط كله فداء الوطن، ولكن اتمنى انك انت تعرف وش نادي نجران مضحيبة، مضحيب أشياء كثير، هبط من الممتاز، هبط من الأولى الآن، الثانية راح يهبط منها، كلها مشاكل إنه يلعب خارج أرضه لثلاث سنوات. أما الدعم اللي أنت تقول عنه، أتمنى إنك تعطيني إحصائية على أساس أنا أقدر أرد عليك إذا أعطيتني إحصائية. السلام عليكم، أعتذر منكم يا شباب. لا لا لحظة يا أستاذ مصلح. شكرا يا بندر. شكرا. لحظة لحظة أستاذ مصلح. هو يقول هو يقول بدون أرقام ما راح يرد عليك، صح أبو هادي؟ لحظة لحظة لحظة. طيب أنا بسأله كرئيس نادي. طيب معنا الآن أبو هادي معنا خلال الثلاث سنوات. إيه طيب يعني أنا بسألك أنت تقول يعني دعم، عطني دعم، أنت عارف أنا أسألك الآن أنت كرئيس نادي. لا لا أنا ما أشتغل في نجران. من أنت تسألني؟ من أنت تسألني؟ أنا أنت تقول عندي يعني دعم، عطني إياه على الأرقام. أنا أقول لك أنت الآن أنت الرئيس، عطنا طيب يلا كذب معلومتي. قول ما جاني شيء. صفت كيش أعطيك، صفت كيش. أنت وضح للرأي العام طيب. وضح للرأي العام طيب ان انا انت تقول جاني دعم، انت تقول جاني دعم، عطني الدعم اللي جاني يا حمد الدبيغ، اعطيني الحين. انا سالتك سؤال، انت كرئيس نادي خلال الثلاث سنوات هل جاك دعم ولا لا؟ انا شكيت عليك، انا شكيت عليك، طلبت منك تدافع عني، طلبت انك تقول شيء، ما طلبت منك يا اخي. انا اسالك الان انت ليش زعلان؟ انت ليش زعلان الحين؟ انا سالتك سؤال، وضح للرأي العام، وضح للرأي العام هل جاك دعم ولا لا؟ اسمع انا اضحي باشياء كثير لان يا اخي ما قلنا لك ما ضحيت، احنا ما قلنا ما ضحيت، قلنا لك الان جاك دعم ولا لا؟ لا انت ولا غيرك ضحوبه. طيب احنا رحنا ضحيه. لا تخلي الامر شخصي يا استاذ مصلح. ابو هادي السؤال جالسين بس تنظروني في الخيمه، كل واحد منكم جالس ينظر. ابو هادي ابو هادي طيب عندك اي اضافه غير هذا؟ شكرا يا بدر. شكرا شكرا. اعتذر من الاخوه الموجودين. شكرا للاستاذ مصلح المسلم رئيس مجلس اداره نجران اللي وضح ورد على الكابتن حمد الدبيخ، او كان له تحفظ على وجهه نظره. بندر. بس خلينا نقول حاجه، لان ابو هادي قال انتم في الخيمه وكانه عمنا او تكلم عننا، وهذه احنا يا ابو هادي ما نقبلها ونرفضها، لان احنا هنا موجودين او هم موجودين ضيوفنا ونجومنا بصفتهم نقاد واعلاميين، وارائهم هذه حق بالنسبه لهم، حق من حقوقهم. فبالتالي يعني اذا كان حمد الدبيخي زعلك، الباقيين انصفوا نجران ويتكلموا متعاطفين مع نجران، وكلنا والله قلبا وقالبا مع نجران كاحد انديه بندر. حتى حمد الدبيخي هو يمكن حتى من غيرته على انديه الوطن. الان جاتك فرصه كرئيس نادي، وضح للراي العام ان ما جاك شيء، وانا اسحب كلامي، لكن انا قلت لك ان في وضعك مستحيل ان تتخلى عنك الدوله وان تتركك تنتقل منطقه ثانيه ما توفر لك مقومات النجاح. طيب. انت كان عندك مجال ترد على سؤالي، قول ما قدموا لي شيء، لكن طيب. انت ما قلت هالكلام، تقول لي جيب لي كم قدموا لك. انا ما اشتغل يا اخوي في الهيئه العامه ولا في نادي نجران. وقال لك المعلومه يا حمد يفتر حمد قال 16 مليون ابو دهب النادي بعيد عن الارقام عليه ديون. لا بس طيب كلنا عليه ديون، بس خلي يقول لنا هل تم تقديم دعم له ولا لا؟ هو قال كلمه عشان لو قال ما قدم دعم ليش حمد واحد حمد وقال جمله دقيقة وقال دقيقة جمله لحظه عبد الله وقال جمله قال جمله تدل على انه يعني ما بغى يبين انه الدعم اللي جاهم مو بذاك الدعم اللي يتوازى مع المشاكل. هذه قضيه ثانيه،
هو قال كلمة أحمد كلام واضح أبو عبد الله وأنتهى كل شيء وذكر لك هو الرجل حتى بعض الكلمات ما عاهدتها منه لكن الرجل لا منفعل على أساس منفعل ومع حق انفعل فريقه من الدرجة المحتاج الأولى إلى الثانية صحيح يمكن حتى الدعم اللي جاله يسد الديون اللي كانت لأنه شوف حقيقة حتى أنا الآن أنا الأسبوع الماضي كنت في نادي الوحدة وتقربت من رئيس النادي وبتابع المشاكل حقت الديون في ديون يعني كارثة على الأندية من جد حتى على نادي الوحدة تخيل أتفاجأ أنه 6 عماير ما بيأخذوا إيجاراتهم بمئات الألوف المحكمة طالبة نادي الوحدة بعد 2-3 أسبوع وينحكم فيها قضية الموية فقط الموية لنادي الوحدة 1,000,000 ريال 900 وشوية طيب الحمد لله قل لا لا من جد أكلم لحظة أنا بتكلم لك على الديون بقول لك كل نادي الوحدة رئيس النادي بيقول لي حوالي دخلنا على 50 مليون ممكن الدعم اللي بيجي للاستاد في نجران يمكن الدعم يدوب يغطيه سيارات إيجارات في نادي الوحدة 300,000 نحن الآن في خلال الأسبوع الماضي سوينا يمكن 5-7 مخالصات مع لعيبة جانب مدربين خارج المملكة بالدعم اللي بيجينا من الهيئة وما أنسى أشكر أبو ناصر على الدعم اللي جانا لأنه مشينا فيه بقوة الآن وأشكره على المكافآت المجزية إلا للاعبين نادي الوحدة اللي صعدوا يعني للدورة حق المحترفين حقيقة قدم لنا مكافآت مجزية عندكم لعيبة جانب كان؟ لا 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 طيب هذا الوحدة حتى أنا بتكلم على الديون يمكن هو أستاذ حمد أنه في الكابتن عارف إيش صار يمكن كان بيسدد في نجران هنا وبيسد هنا وبيسد هنا انا تفاجأت الاسبوع الماضي لما اشوف الديون بتتجي على الانديه بالشكل هذا بقول له حاتم 1,000,000 ريال يقول له شوف استاذ عبد الله شوف 1,000,000 ريال مويه فاتوره بس انا ودي اشير نقطه مهمه بس اليوم في مباراه ابها شهدت حضور نائب امير منطقه عسير الامير تركي نائب امير منطقه عسير الامير تركي بن طلال وكان حضورها قوي ومحفز وداعم للفريق وأيضا هذه الاحتفالية الأبهويين يستاهلون بالصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان 1,000,000 مبروك وقفة غير مستغربة من المسؤولين في المنطقة ودعم كبير ومحفز وأيضا حتى أوعدهم بدعم أو مكافآت مجزية نظير هذا التأهل يستاهلون بدينا شوفوا جمهور عقبها جمهور جميل والله في الملعب وملعب على يعني أكثر من الوحدة الملعب جميل أبو عبد الله الملعب جميل والحضور جماهيري بعد أجمل جمهور أبا أنا أحترم هذا تمرين الرائد يجي زي أكثر من الجمهور يا لا يا أحمد ليش أحمد أنت كذا ليش أحمد دائما أنت تبغى تخلق لك جو مشحوم مع الفرق كلها بالعكس لما أنا رد على عبد الله خوقير دخل الفرق وش دخل أبها في عبد الله خوقير دخل الفرق إيش دخل أبها في عبد الله خوقير يقول لك شوف هذا حتى الجمهور عبد الله هو اللي يتكلم ها تعود الجمهور برس الرايد وأبها لا 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 معليش أنا ودي أشير احنا بس نبارك لأبها عشان نبارك لا يستاهل نبارك لهم نقول يستاهلون إن شاء الله فريق قوي بالنسبة أتمنى من أخويا بندر أنت وجه خير على الوحدة أتمنى وإنت إن شاء الله الوحدة كده بس أقول جمهور الوحدة أتمنى المسؤولين في أبها وأيضا في الخميس أن يهتموا بالناديين ضمك وأبها المنطقة منطقة جاذبة أذكر الملعب ده اللي شاهدناه اليوم كان يستضيف أجمل المباريات في دورة الصداقة وأفضل المنتخبات وهو اليوم عندما شاهدت الجمهور ترى أبها لها شعبية جارفة في المنطقة وكذلك أيضا ضمك لا يقل شعبيتهم عن شعبية بعض الفرق يا أحمد ما أذكر بالاسم طالع بس أيضا الأمير ما شاء الله نائب أمير المنطقة وأيضا أمير المنطقة أمير المنطقة من أمير المنطقة داعم للحركة الرياضية في المنطقة أمير المنطقة العسير وقف مع أبها وقف مع أندية ويستقبلهم دائما يستقبل إداراتهم ويدعموا ودي أشير إلى نقطة الديور تكلم عنها عبد الله واللي تكلم عنها رئيس نجران زين ديون ضمك ولا أبها ولا غيره لا رئيس نجران تحدث عن مشكلة الديون وعندنا مشكلة حنا في الرياضة السعودية انه رؤساء وانا ذكرتها في تغريدة قبل كم يوم فيه اعضاء شرف ورؤساء في الاندية يتبرعون تبرع الرئيس الفلاني تبرع عضو الشرف الفلاني بمبلغ كذا وكذا والجمهور يشكرونه وصوره تطلع بالجرائد ثم نتفاجأ انه هذا المبلغ اللي دفع مسجل دين على النادي
هذا يتمنى أن في المستقبل تنتهي أنه إذا تبرع أحد يا أما يتبرع تبرع مقطوع للنادي أو أن يتحدث ويقول هذا المبلغ تراه دين سلفة أوكي من حقك دفعت مليون سلفة تستردها لأنه للأسف الشديد هذه الأشياء سببت مشاكل وضغطت على إدارات الأندية وخاصة تعاقب الإدارات لأنه في بعض الإدارات تروح بعض الإدارات تجي فتلقى كتل من الديون والمشاكل. طيب على الهاتف على الهاتف معنا الزميل العزيز عادل ملحم الناقد الرياضي معروف عنده تعليق أو رد على الأستاذ أحمد الشمراني. حياك الله أبو صقر يا ليت تختصر لي أن وقت داهمنا تفضل. أبشر السلام عليكم. السلام يا مرحبا. رحب فيك ورحب الزملاء اللي موجود عندك حلقة مميزة ومثيرة الحقيقة كالعادة خيمة. أنا الحقيقة أولا بالنسبة للموضوع نجران لما تحدثت وأثنيت على رأي الزميل الأخ حمد البيخي أنا في هالبرنامج وقبل البرنامج أكيد ندوي تحدثت إن فريق نجران فريق مكافح فريق مميز والحقيقة لا يستحق إلا أن يبقى من ضمن دوري الكبار. ولكن أنا الآن قاعد أتحدث عن ظروف سياسية هي موجودة سبحان الله يعني هي البلد وبالتالي نعم. ما حصل لنجران أمر يعرفون القائمين في نجران. أنا كنت في فترة من فترات كنت أتحدث مع الأستاذ مصلح على أنه أيضا أين رجالات نجران عن وقوفهم مع الفريق حتى في من أول على فكرة من طيب. زمان حتى هم كانوا يقولون بالحرف الواحد عليه اسمح لي كانوا صغير. يقولون بالحرف الواحد ما عندنا حتى ملعب نلعب ملعب مقطوع اللي صار ايه؟ أنا لما أثنيت على كلام أخوي أحمد وشفت أخوي أحمد الشمراني يعني تنرفز قال له هجر أنا ما أدري إيش دخل هجر الموضوع لكني أنا اللي أقوله ايه؟ صار اللي صار والفريق هبط الحين نقول نعم إحنا والله يعني فعلا حزينين على موضوع نجران وتمنى ما كنا نتمنى يصل لهذا الموضوع لكن اللي صار نعم. وهبط الفريق يعني الموضوع انتهى. اذا كان هناك شيء اذا كان في والله في امكانيه زياده هذا الامر طيب. كله يجري صدورنا ولكن انا لم اقصد انا لما اتحدث شفت يعني اثنيت على راي اخوي حمد انه في النهايه اللي ما ياكل بيده ما يشبع لازم خلاص هذا الظروف جات كذا الظروف طيب. حتمت عليك زي فرق كثيره كانت تعاني من عدم دعم شكراً. ومن وبالتالي نعم. هذا اللي حصل فأنا حبيت أوضح هذا الموضوع شكراً. ونتمنى لنجران التوفيق إن شاء الله شكراً للأستاذ عادل ملحم الإعلامي الرياضي معروف كان له وجهة نظر حول ما طرح في الخيمة. وصلنا حنا نهاية حلقتنا وسهرتنا لهذا اليوم شكراً لكم جميعاً يعطيكم العافية الله يعافيك. شكراً أبو محمد شكراً لكم كلكم. والله عندي موضوع بسيط أنا هذه ممكن بشكل سريع تفضل. ما أدري الكل في على مستوى آسيا وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى العالم العربي وحتى على مستوى دولي يعرفون مثلا المنتخب السعودي وين موقعه سواء على مستوى آسيا وين موقع بعض المنتخبات. أحد المغردين إياهم من الإعلام إياه طبعا واللي كان يوم من الأيام يقتات على شهرة الدوري السعودي وبرامجه أصلا كان يبنيها على 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 موجهة للسوق السعودي لأنه الآن بعد ما انكشفت الأوراق شوف متابعينه اليوم يبغى يرجع للأضواء بتغريدة يقول عن منتخب بلدهم يقصد أيضا المنتخب القطري. احنا في الملعب سنحترم المنتخب القطري لكن لما تكون أنت وتقول أن كبار آسيا غير موجودين مثل اليابان فبالتالي منتخبنا سيتصدى لا حبيب كبار آسيا يعرفون منه الكبير وأنت بالنسبة لآسيا كمنتخب ها معروف موقعك ايش حققت على مستوى آسيا وين وصلت على مستوى آسيا فبالتالي عندما يتحدث الصغار عن الكبار يفترض انهم يختارون عباراتهم اذا بتحدث هذا لانه بيني وبينك انت بتحدث عن كبير هو كبير فعلي وبتحدث ايضا وبتكبر صغير هو صغير فعلي على مستوى القاره فاعتقد انه بالنسبه لنا احنا عارفين موقعنا واتمنى انكم تعرفوا موقعكم مثل هذه التغريدات اللي تلعب فيها في تويتر او ترضي بها جهه معينه او جهه يا ما تهز شعره فينا نعم. في المنتخب السعودي معروف وين موقعه من الأربعة الكبار على مستوى آسيا لا يذكر كبار آسيا لا يذكر المنتخب السعودي لكن قل لي وين منتخب قطر هذا هو السؤال على مستوى آسيا. نعم حنا وصلنا إلى نهاية سهرتنا شكرا لكم جميعا غدا إن شاء الله يتجدد الموعد حتى ذلك حين دمتم في رعاية الله تقبل كل التحايا من فريق العمل إلى اللقاء.